رسائل إلى ميلينا بقلم الكاتب التشيكي فرانز كافكا. ترجمة أستاذ الدسوقي فهمي. الكتاب هو جزء من المجلد الثاني لأعمال كافكا الكاملة، وهو الطبعة العربية الأولى الصادرة بعام 1997 من آفاق الترجمة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة. اقتباس: كتابة الرسائل معناها أن يتجرد المرء أمام الأشباح، وهو ما تنتظره تلك الأشباح في شراها، ولا تبلغ القبلات المكتوبة غايتها، ذلك أن الأشباح تشربها في الطريق. من كافكا إلى ميلينا. عرف فرانس كافكا ميلينا يازانسكا في بداية الأمر باعتبارها مترجمة بواكير أعماله القصيرة إلى اللغة التشيكية، ولعل مآل هذا التعرف إلى علاقة عاطفية قد تلا ذلك في رسائله من ميران في عام 1920، فلم تكن بالفعل سوى لحظة، هي تلك اللحظة التي تحقق فيها كافكا من أنه ليس حراً في اتخاذ قراراته، فلم يكن له أن يعود من ميران إلى براغ عن طريق ميونخ أو عن أي طريق آخر، كما لم يسعه أن يزور أحد ينابيع المياه المعدنية في بوهيميا، بل كان عليه بدلاً من ذلك أن يرحل عن طريق فيينا، لأن ميلينا التي كانت تعيش في تلك المدينة كزوجة تنهار حياتها الزوجية شيئاً فشيئاً، كانت قد طلبت منه ذلك، ولم يكن وضع كافكا بالفعل مختلفاً عن وضعها، فلم يكن حراً هو أيضاً، ذلك أن خطيبته كانت تنتظره في براغ، وكانت تلك الخطيبة تتطلع إلى إتمام القران بأسرع ما يمكن، رغم أن أملها في تحقق ذلك لم يكن يعدو أمل خطيبتها السابقة، تلك التي نعرفها فقط باسم فتاة برلين. وفي كلتا المرتين، أو ربما في المرات الثلاث، فقد اتضح أنه كان قد خطب فتاة منهما مرتين. يبدو أن فسخ الخطبة قد سبب أزمة خطيرة في حياة كل من الفتاتين، وبدأ من ناحية أخرى أن انفصال ميلينا البطيء عن زوجها كان مقدرا له أن يتم دون أي أزمات، كما حدث بالفعل بعد بضع سنوات. وتكشف يوميات كافكا عمق هذه العلاقة، فاسمها أو الإشارات التي لا شك في أنها تشير إلى ميلينا تتكرر المرة بعد المرة خلال عامي 1921 و 1922، وقد بدأت الإشارة إليها لأول مرة في أكتوبر عام 1921 عندما أشار كافكا إلى أنه قد أعطى ميم يومياته كلها لكي تقرأها، وأنه بهذا يكشف أمامها في الحقيقة قلبه وضميره. وفي أول ديسمبر يشير إلى أنها قد اتصلت به تلفونيا 4 مرات في منزل والديه فيما يبدو، وأنها على وشك الرحيل، يقول: أهدأ 4 أيام حافلة بالعذاب، ويضيف: إنه طريق طويل يبدأ من حالة اللامبالاة هذا، لينتهي إلى النقطة التي عندها سيسبب لي رحيلها أسفا لا حد له، الأسف وأعترف بهذا ليس هو أقصى الشر. وفي اليوم التالي يدون: دائما ميم، أو ليست ميم لكن مجرد مبدأ، ضوء في الظلام. وفي 18 من يناير عام 1922 يكتب: ما الذي فعلته بهبة الجنس التي وهبت لك؟ لقد كانت فشلا، أو أن هذا هو كل ما سيقولونه في النهاية، لكن ربما نجحت في يسر. ميم على حق، إن الخوف معناه التعاسة. وفي اليوم التالي يظهر في اليوميات بوضوح مسودة رسالة لعله لم يرسلها إلى ميلينا، أو لعل ميلينا لم تحتفظ بها، يقول فيها: بسبب العديد من الإشارات العارضة التي أخجل من ذكرها،
كان انطباعي بأن زياراتك الحالية كانت رقيقة حقاً ونبيلة، لكنها ترهقك إلى حد ما على الرغم من ذلك، وهي على نحو ما مفروضة أيضاً كالزيارات التي يقوم بها المرء لمريض. هل انطباعي صحيح؟ هل وقعتي في اليوميات على دليل من الأدلة الدامغة ضدي؟ وفي 23 يناير كان ربما في رسالة قد أخبر ميلينا عن الليل، وفي مناسبة أخرى قام بتحليل أحدى ملاحظاتها عنه. ذات مرة في آخر يناير كتب وقال: لو أن ميم مثلا تأتي إلى هنا فجأة لبدا هذا مرعبا. ذلك أن زيارتها بعبارة أخرى وكافكا صادق هنا مع نفسه، فعبارته هذا لا تنطوي بالمرة على أي معنى من معاني المرح، سوف ترفع إلى أقصى حد قدره كبرجوازي في تلك القرية الجبلية البهيجة. ولقد أشار كذلك إلى أنه كان قد نعم بالسعادة من قبل مع ميم في مارينباد، وعلى هذا فسوف يتذوق هذه السعادة مرة أخرى. يقول: وإن كان ذلك لن يتم بالطبع إلا بعد انهيار الحواجز المؤلم. هنا تبدأ العلاقة بالفعل في التحلل. يقول: فما تعودنا على أن نعتبره خيطا فاصلا أصبح الآن حدا أو سلسلة من الجبال، أو على نحو أكثر دقة قبرا. وفي 6 أبريل نجد ملاحظة غريبة تقول: رسالة مفصلة إلى ميلينا، الطيور 3، الطيران إلى الغابة، ميلينا. وربما كان ثمة ما يتعلق بميلينا أيضا في مقطع إيماءة الرفض من اليوميات، الفقرة الخاصة ب22 فبراير عام 1922، والتي تنتهي بكافكا إلى القول: لا يسعك أن تحبينني كما تودين لو تفعلي، إنك تعسى في حب حبك لي، إلا أن حبك لي ليس في حالة حبي لك. قد يكون ما تقدم 4 فقرات مميزة من الرسائل على الرغم من قصرها، على أننا لا نملك في تلك الرسائل قصة الحب العنيفة بأكملها، عربدة اليأس، الهناء، تمزق النفس وإذلالها. ذلك أنه على الرغم من أنهما قد التقيا مرارا، إلا أن غرامها لم يكن في جوهره سوى رسالة غرام، كما كان غرام فارتر أو كيركيغارد. انحدرت ميلينا من واحدة من الأسر التشيكية العريقة في مدينة براغا، تلك الأسر التي يمكن أن يطلق عليها لقب أشراف تشيكوسلوفاكيا الحقيقيين، وقد نقش اسم أسرتها بالحروف الكبيرة فوق اللوحة الرخامية الهائلة، والتي أقيمت في صدر ميدان مدينة براغا القديمة تخليداً لذكرى أحد أسلافها، وهو واحد من الأبطال البارزين في تاريخ تشيكوسلوفاكيا، وقد أعدمته أسرة الهابسبورغ الحاكمة في أعقاب المعركة التي دارت فوق الجبل الأبيض. وأحياناً ما تفاجئ المرء هي نفسها بطلعتها الشبيهة بطلعة نبيلة من نبيلات القرن 16 أو 17، وشخصيتها الشبيهة بتلك الشخصيات النسائية التي التقطها ستاندال من تاريخ إيطاليا القديم ونقلها إلى رواياته من مثيلات دوقة دو سان سيفيرينا أو ماتيلدا دي لامول، فلقد كانت على غرارهن عاطفية باردة وذكية في قراراتها، لكنها طائشة في اختيار الوسائل عندما تضطرم عواطفها. ويبدو أن عواطفها في فترة شبابها كانت متأججة على الدوام، وكانت فياضة في مشاعرها كصديقة لا يقف حنانها عند حد، كما لم تكن تنضب لها موارد، وإن ظل مصدر مواردها تلك غامضا في أغلب الأحيان. ولم تكن مطالبها أيضا تقف عند حد، تلك المطالب التي كانت تطالب بها أصدقائها، وكانت مطالبها تلك تبدو لها طبيعية، وكذلك كانت تبدو أيضا في نظر أصدقائها. ولقد قاست وتألمت في بؤس تحت وطأة الاضطراب الوجداني الثقافي الذي كان يطبع الأوساط الأدبية في مقاهي فيينا خلال السنوات الحالكة التي أعقبت عام
1918، وكانت أجمل سنوات حياتها قد انقضت بلا شك قبل هذه الفترة في براغ، عندما كانت لا تزال صبية صغيرة جداً. بددت ميلينا خلال تلك الفترة كل شيء إلى حد بالغ التهور، بددت حياتها ومالها وانفعالاتها وأحاسيسها الخاصة، علاوة على تلك المشاعر التي عرضت عليها والتي كانت تعتبرها ممتلكاتها غير المشروعة، وكان يسرها أن تتخلص منها. وعلى الرغم من ذلك فقد كان كافكا يدعوها الأم ميلينا، ولم يكن هذا بلا مبرر، ففي هذه الرسائل ذكر كافكا ما تتمتع به ميلينا من عدم القدرة على أن تتسبب فيما يدفع غيرها إلى المعاناة، ولقد كانت هذه حقيقة طالما أعلنها كافكا. على الرغم من معرفته بثورات غضبها التي كان يتغاضى عنها والتي كانت إنعكاساتها المؤسية المضحكة تملأ الرسائل، ولم تكن ميلينا بالطبع فاتنة بالمعنى الفج، بمعنى أنها حاولت إغراء الرجال أو حاولت حتى إغراء ذلك الرجل ذاته والذي كانت تعتبره شاعرا، ذلك الرجل الذي اكتشفت عبقريته وأدركتها قبل أن يدركها أغلبية من كانوا يحيطون به أو يحيطون بها من الناس بوقت طويل. لقد صدمت لأنها كانت تحب، ولأن عليها لذلك أن تسلك سلوك العاشقة حتى ولو لم يكن من تحبه سوى مجرد شخص غبي لا قيمة له. لا شك في أنها قد عانت، ولقد نالت منها المعاناة، أولا لأنه كان قد عانى، وأيضا لأنها كانت قد أحست أن المعاناة كانت هي السبيل الوحيد الذي قد يتيح لها أن تحقق نوعا من الحوار الجذري معه. فعلى الرغم من أن المرء قد يتاح له أن يلتقي بروح كروحه في شوارع الضواحي الهادئة وفي فنادق فيينا وفوق المروج الصيفية المعشبة وفي الغابات التي تحيط بفيينا وماند، إلا أنه لم يكن في وسع المرء حقا أن يندمج بروحه على الرغم من ذلك سوى في الجحيم. ولم يكن مما يبعث على الدهشة أنها كانت معرضة بدورها للإصابة بمرض في الرئة، ولو لم يكن هذا سوى لمجرد أنه كان قد أصيب بذلك المرض أو أن هذا ما توهمته على الأقل، ولقد بلغ بها الوهم حتى أن الدم قد انبثق بالفعل من فمها. يقول: أنت يا من تعيشين حياتك بمثل ذلك العنف ومن عمق تلك الأعماق، هكذا خاطبها كافكا ذات مرة في أحدى هذه الرسائل، ولا يوجد من هو أجدر منها بهذا الوصف، إلا أنها لم تكن رغم ذلك مهيئة للمعاناة، كما لا شك يمكن أن يزعم كاتب تلك الرسائل التي بين أيدينا. فإن كانت قد عانت في تلك الحالة وكانت قد عانت من خلالها، فقد كانت معاناتها تلك جزءاً من شهيتها للحياة، بل لقد كانت معاناتها تلك جزءاً من استمتاعها بالحياة. وسوف لا نتعقب فوق ذلك تلك النزعة السلافية التقليدية إلى التألم، لنتفحص تلك النزعة على الأقل خلال تلك الفترة التاريخية بالذات. كما أنه لم يكن مصادفة أن كان دوستويفسكي هو كاتب ميلينا المفضل، فلو كنا أحياناً أو حتى غالباً قد تلقينا انطباعاً بأن ميلينا في صورتها هذا تقدم لنا نموذجاً أفضل وأكثر صراحة وأوفر صحة وأبلغ إنسانية منها، وسيكون هو بلا شك أول من يوافقنا على ذلك. فليس لنا أن ننسى أنها بكل رغبتها في الحياة لم تكن على الرغم من ذلك لتتمكن من أن تتنفس هواءه المثقف ذا التوتر الكهربائي العالي، وأنها على الرغم من أنها قد حركت أعمق أعماقه فلقد منحته، لو كان لنا أن نصدق رسائله حقا، حياة جديدة. ومع ذلك فغالبا ما كانت تثير أعصابه بسهولة، حتى كانت النتيجة التي انتهى إليها الأمر في النهاية أن أصبح استغراقه قليلا في النوم أهم كثيرا عنده من رسائل ميلينا الملتهبة. ولقد قال لي كافكا في أواخر أيامه: لابد لي من أن أعترف بأنني قد حسدت شخصا ما ذات مرة
حسدا بالغا، لأنه كان محبوبا ومتمتعا برعاية فائقة ومزودا بالعقل والقوة، ولأنه كان يستلقي تحت الأزهار إنني دائما سريع الحسد. ولقد وجد كافكا تلك السعادة التي تثير الحسد في أواخر أيامه قبل أن يستلقي تحت الزهور، فقد كانت الشهور الأخيرة من حياته أسعد الفترات التي عاشها، كان يشيع فيها سلام لم تعهده عاطفته المتأججة الصاخبة الذابلة والمتلاشية نحو ميلينا. أما عن نهاية ميلينا فتقول لنا فراو مارغريت بوبر نويمان في كتابها القيم في ظل ديكتاتورين، أو بعنوانه في الطبعة الألمانية الأصلية حين كنا أسرى ستالين وهتلر، أنها كانت زميلة ميلينا في معسكر التجميع في رافنسبروك، حيث زج بهما وسط المومسات وعتات مجرمي هامبورغ، وحيث شهدتا لرعبهما ذلك الاستمتاع السادي الذي كان أطباء النازي يمارسونه بإجراء التجارب العلمية على أجساد الأحياء من النساء. وقعت مارغريت بوبر نويمان كما وقع غيرها تحت تأثير سحر ميلينا الإنساني، ذلك التأثير الساحر الذي ظل مفعوله قويا حتى تلك السنوات المتأخرة التي تخطت ميلينا عندها سن الشباب وازدادت سمنة على نحو ما. تقول مارغريت بوبر نويمان: كنا صديقتين ميلينا وأنا منذ الساعة الأولى التي أمضيناها معا، ولقد دامت صداقتنا طوال سنوات أربعة مريرة انقضت في صراع الحياة والموت بداخل المعسكر. وتضيف قائلة: إنني أشكر حظي الذي جاء بي إلى رافنسبروك وأتاح لي فرصة الالتقاء بميلينا. كان يتملكني خوف شديد منذ اليوم الأول للقائنا، كلما تطلعت إلى وجهها الذي كان يرتسم عليه الألم. كانت قد جاءت مريضة إلى المعسكر من سجن الأبحاث في دراسدن، وكانت تظن أنها تعاني من الروماتيزم. كانت يداها متورمتين وكانت تتألم باستمرار، كما كانت عند تلاوة الأسماء في ساعة التمام ترتعد من البرد في أسمال السجن، ولم تكن تجد تحت البطاطين الرقيقة شيئا من الدفء. لكنها كانت إنسانة قوية، ولقد نجحت دائما في تبديد مخاوفي. وفي عام 1940 كانت ميلينا لا تزال في شجاعتها، كانت أبعد ما تكون عن الانهيار، وكانت تحتفظ بقدرتها على المبادرة، كانت أبعد ما تكون عن اكتساب شخصية السجينة المستكينة وتعقلها. ولم تتحول ميلينا مطلقا إلى نزيلة، فحواسها لم تكن لتخمد، ولم تتمكن منها اللامبالاة والتبلد كما تمكنت من غالبية الآخرين. ولقد نجت ميلينا لهذا بالفعل من عزل المرضى الذي كان يؤدي مباشرة إلى غرف الغاز والأفران. وتقول مارغريت بوبر نويمان في مناسبة أخرى: لقد تملكني إحساس هائل بالفزع من توقع موتها، فلقد سمعت أناتها في الليل وهي تستلقي فوق الحشية المصنوعة من القش. آه، لو قدر لي أن أموت دون أن أعاني سكرات الموت، لا تتركيني أهلك وحيدة كما يهلك الكلب. ولقد اعتقدت طوال الوقت الذي أمضيته إلى جوارها وحاول أن أهدئها، اعتقدت أنها ستشفى وتتمتع ثانية بحريتها، لكنني فجأة في ظلام الزنزانة رأيت المستقبل في جلاء، وتبينت أنها كانت قد ضاعت سدى. ولقد تمكنت من مواصلة الحياة لفترة قصيرة لخوفها الشديد من عمليات عزل المرضى ومن الحقن التي كانوا يرسلون بها المرضى من النزلاء إلى الراحة الأبدية. وماتت ميلينا في 17 من مايو عام 1944 من جراء عملية في الكلى، يبدو أنها كانت قد أجريت بعد فوات الأوان. تقول مارغريت بوبر نويمان: وفي تلك اللحظة فقدت الحياة معناها بالنسبة لي. وفي 10 من يونيو بلغ المعسكر أنباء الهجوم الناجح، فلماذا أواصل الحياة
إذا كانت ميلينا قد قضت. بهذه الكلمات تختتم مارغريت بوبر نويمان مذكراتها عن السنوات الأخيرة في حياة ميلينا وتقول: فلطالما كانت ميلينا على قيد الحياة، كانت الحرية عندي أن أرى معها ثانية أول مدينة، أن أدخل معها أول غابة. لقد تأخرت الحرية على ميلينا، وأيضا تتجدد الذكرى. بقلم فالي هاسا من مصنف الرسائل، أتوجه بتحيات الصادقة أولا إلى الشاعر ماكس برود، صديق كافكا ومحرر كتاباته بعد وفاته، لإسناده تحرير هذه الرسائل إلي. وكنت قد تسلمت هذه الرسائل من صديقتي المبجلة ميلينا في ربيع عام 1939 في براغ بعد دخول القوات الألمانية بفترة قصيرة. ولما لم أتمكن من أخذ هذه الرسائل معي عند هربي، فقد بقيت محفوظة في أمان لدى أقاربي في براغ خلال تلك السنوات المشؤومة حتى عام 1954. ولدي كل ما يدعوني إلى أن أقرر مطمئناً أن ميلينا لم تكن لتعترض على نشر هذه الرسائل بعد وفاتها، كما حصلت أيضاً على موافقة زوجها الذي توفي عندئذ في وصيته الأخيرة، وقد كان له في هذه المراسلات دور لا يمكن حذفه. ولما لم تكن هذه الرسائل تحمل تواريخ على الإطلاق، فقد تجشمت عناء بالغا في ترتيبها زمنيا، إن قيامي بترتيبها المرة بعد المرة بناء على مئات الإشارات والإيماءات غير المباشرة، واستنادا إلى بعض المعلومات التي اعتمدت عليها كدليل أهتدي به، كاحتفال الهاس في براغ والاحتفال بالعيد السنوي للجمهورية الفرنسية وعيد ميلاد ميلينا وترقيم عدد من الرسائل بأرقام مسلسلة إلى آخره. كل هذا اقتضاني جهدا استغرق شهورا عدة. لم أطلع بإنجاز هذا العمل وحدي، كما أنني أبعد ما أكون عن الإصرار على نجاح هذا العمل الذي قمت بأدائه، نجاحا لا يقبل المراجعة في تفاصيله كلها. فليس من الصعب أن يصدر أحد معاهد اللغة بمساعدة فهرس خاص من بضعة آلاف من الكلمات طبعة خاصة تشتمل على تحقيق كامل للنص متضمنا التواريخ المضبوطة. ومع ذلك فليس هذا هو هدف نشر هذه الرسائل التي يهدف نشرها ببساطة إلى تقديم هذا السجل النادر في كتاب مقروء منقح ومفسر بأقصى عناية ممكنة، وعلى القراء أو النقاد الذين يظنون أنهم قد وقعوا في أثناء قراءتهم لهذه الرسائل على أخطاء في الترتيب الزمني من واقع ما تتضمنه من أحداث، على هؤلاء أن يتفحصوا ما يرونه فحصا دقيقا، فسوف يكتشفون في أغلب الحالات عندئذ أن إشارة من الإشارات القاطعة لا تلبث أن تواجهها اثنتان من الإشارات الأخرى التي تناقضها. إن محرر هذه الرسائل سيكون ممتنا غاية الامتنان على الرغم من ذلك للاقتراحات التي تقوم على أساس صحيح لإعادة ترتيب هذه الرسائل، حيث يمكن الانتفاع بهذه الاقتراحات في طبعة ثانية. وفي هذا الخصوص لا يفوتني أيضا أن أوجه شكري إلى ناشر أعمال كافكا مستر سالمان شاكين لاقتراحاته وإشاراته التي تستحق التسجيل. أما فيما يخص مستر سالمان شاكين لاقتراحاته وإشاراته التي تستحق التسجيل أما فيما يختص بنص الرسائل فقد شطب كافكا بنفسه فقرات عديدة وردد بها، وربما تكون ميلينا قبل أن تسلمني حافظة الأوراق التي احتوت على هذه الرسائل قد كتبت بضع فقرات غير واضحة بالحبر. وفي حالة نشر طبعة تتضمن تحقيقا شاملا لنص هذه الرسائل، يبدو لي أنه لن يكون من الصعب أن يتم نقل هذه الفقرات حتى تتضح قراءتها ببعض الوسائل الكيميائية أو معالجة قراءتها بأشعة أكس. ولا حاجة بنا إلى القول بأن هذه الفكرة لا يمكن الالتجاء إليها، فمن عديد من الفقرات القصيرة والتلميحات التي تبدو معلقة في الفراغ يمكن أن يستنتج المرء أن عددا قليلا من الصفحات أو عددا من الرسائل قد فقدت.
أما فيما يتعلق بمن لا يزالون على قيد الحياة ممن تناولتهم هذه الرسائل، فقد كان لابد من حذف بضع فقرات معينة من الرسائل، ويأسف المحرر لاضطراره إلى هذا الإجراء الضروري، فقد ورد اسم المحرر شخصياً في تلك الفقرات المحذوفة عديداً من المرات، ومحرر هذه الرسائل، وهذا موجه مقدماً إلى أي ناشر لهذه الرسائل في المستقبل، ليس لديه شخصياً أي اعتراض على نشر تلك الفقرات المحذوفة التي تضمنت اسمه، على الرغم من بعض الاستنتاجات الوهمية والخاطئة التي ربما كان كافكا قد استنتجها من إحدى الحوادث المؤسفة، إلا أن ما يفاجئنا بغرابته في هذه الرسائل الغرامية هو أن كافكا لم يكن بالمعنى المتفق عليه بصفة عامة يغار من أصدقاء ميلينا من الرجال، بل كان يغار من صديقات شبابها المبكر من الفتيات. ومن الأمور الغريبة أيضا أنه لم يتبين فيما يبدو بوضوح سبب كراهيته لأناس معينين، ونتيجة هذا هو ما نجده في هذه الرسائل، صور شخصية لبعض الكتاب أو صور كاريكاتورية لا علاقة لها بالواقع، وهي أجزاء لا يمكن نشرها الآن. إن الخطأ العميق الذي قد يترتب على نشر هذه الصور الشخصية هنا والآن قد يتأكد مستقبلا عند صدور الطبعة الكاملة، ونأمل أن يتم ذلك يوما ما لهذه الرسائل. ولأسباب أخرى مماثلة وواضحة حذفنا كذلك أغلب ما يتعلق بأسرة ميلينا، وعلى الرغم مما قد يثور من الريبة الشديدة بالإضافة إلى ذلك، فقد رأيت الإبقاء على أغلب الفقرات التي تشير إلى اليهودية، ذلك أن غرام كافكا اليهودي بامرأة غير يهودية كان مشكلة خطيرة مؤسية مثقلة للغاية بالتعقيدات النفسية ومركبات النقوص، وقد تبدت أزمته تلك في صورة ثورات بالغة من إذلاله لنفسه كيهودي، وحذف هذه الفقرات لم يكن ممكنا دون الإخلال بروح هذه الرسائل كلها، على الرغم من أن تلك الفقرات بالذات تستقطب كل أشكال سوء الفهم. ولقد واجهت هذه الفقرات لحسن الحظ فقرات أخرى عكست زهوه وثقته بالمستقبل إلى حد بعيد، لكي نؤكد بعد هذا صبغة هذا الكتاب غير العلمية، ونبين أن هدفنا هو فقط تيسير قراءته، لم نعين مكان الفقرات المحذوفة. إن العذر الوحيد الذي يبرر به محرر هذه السطور عدم اطلاع ماكس برود بتحرير هذا الكتاب الذي بين أيدينا كما فعل بباقي أعمال كافكا الأخرى، هو معرفة المحرر بميلينا وحلقة أصدقائها التشيكيين معرفة وثيقة دامت أعواما عدة، وكان على علاقة شخصية بهم، وإلا ما كان له أن يتورط في مثل هذه المنافسة اليائسة مع محرر كماكس برود الذي ربطته بكافكا صداقة دامت العمر كله، تلك الصداقة التي تمخضت عن اكتشاف عبقرية كافكا ودفعها بإخلاص لا يفوقه إخلاص وأمانة في عمله كمحرر لكتابات صديقه بعد وفاته، إلا لمجرد وضع الخطوط الخارجية لصورة صديقة كافكا النبيلة ميلينا، ذلك أن صورتها الشخصية جديرة حقا بالظهور إلى حيز الضوء، وإن كان فقدان رسائلها إلى كافكا خسارة لا سبيل إلى تعويضها. لابد لي من أن أذكر أنني قد استخدمت أعمال ماكس برود عن سيرة حياة كافكا ودراسة أعماله استخداما أساسيا، ولا أكاد أذكر لآخرين جهدا ذا بال استندت عليه في هذا الشأن، ولدي أخيرا كل ما يدفعني إلى التعبير عن عميق امتناني لفراو شتانزا التي ورد ذكرها كثيرا في هذه الرسائل. إمضاء المحرر فالي هاس ترويز دورف مايو عام 1952.
نص الرسائل. الرسالة الأولى من ميران أونترمي بانسيون أوتوبرغ. سيدة العزيزة ميلينا، كتبت لك رسالة من براغ ثم أخرى من ميران ولم أتلقى ردا عليهما. إن الرسالتين لا تتطلبان بالفعل ردا سريعا على غير العادة، فإذا لم يكن صمتك سوى دليل على السعادة التي تعكس نفسها غالبا في صورة رغبة عن الكتابة، فسوف أطمئن عندئذ. لكن من الممكن أيضا، وهذا هو ما يدفعني إلى أن أكتب إليك، أن أكون قد أسأت إليك في رسالتي بصورة ما. فيا لليد الخرقاء التي تأبى أن تنسجم مع كل ما أضمره، هل يمكن أن تكون هذه هي القضية؟ أو ماذا في الحقيقة يمكن أن يكون أكثر سوءا من هذا؟ لقد اختفت مرة أخرى تلك اللحظة التي أتنسم فيها نسمة هادئة مما تخطه يدك، ويشي هذا بأن وقتا عصيبا قد مر بك. ليس لدي ما أقوله عن الاحتمال الأول، إنه أبعد مما يمكنني أن أبلغه، أما ما عدا ذلك ففي متناول يدي. أما عن الاحتمال الثاني فلن أنصح، كيف يتسنى لي أن أنصح؟ لكنني فقط أتساءل، لماذا لا تغادرين فيينا لفترة من الوقت؟ ثم إنك لست بلا وطن كالآخرين، ألا تمدك رحلة إلى بوهيميا بنشاط وطاقة متجددة؟ وإذا كان ثمة سبب من الأسباب قد حال دون أن أعلم برغبتك عن الذهاب إلى بوهيميا، فلماذا إذن لا تذهبين إلى أي مكان آخر؟ ربما إلى ميران مثلا، هل تعرفينها؟ أنا إذن في انتظار أحد أمرين، إما أن تواصل الصمت الذي سيكون معناه لا تخش شيئا إنني في خير حال، أو بالأحرى بضع سطور قلائل. أرق تحياتي، كافكا. هامش، لم أتمكن من تذكر وجهك، ولا تذكرت شيئا من ملامحه بصورة واضحة. أذكرك فقط بينما كنت تبتعدين وسط مقاعد المقهى، هيئتك بصفة عامة، ثوبك، ما زلت أذكرهما. الرسالة الثانية. سيدة العزيزة ميلينا، إنك تثقلين على نفسك بالترجمة وسط جو فيينا الكئيب. إنه جو مقبض على نحو ما ويثير الحيرة في نفسي. لعلك قد تسلمت أخيرا رسالة من الناشر كورت فولفا، فقد كتب إلي رسالة وصلتني منذ فترة قصيرة، أشار فيها إلى رسالتي إليك. قال فيها أيضا أن قصة قصيرة بعنوان القاتل ستنشر في كتيب. إنني لم أكتبها بعد، ولعل الأمر قد اختلط عليه، لكن ما دام يفترض أنها ستكون أفضل قصصي، فلعل هذه أن تكون هي الحقيقة في نهاية الأمر. يبدو أن القلق والهموم قد زايلاك تماما، استنتجت هذا من رسالتيك الأخيرتين. أتمنى لك الخير ولزوجك أيضا، هذا ما أتمناه لكليكما. أذكر عصر يوم من أيام الأحد منذ بضع سنوات مضت، كنت أجرجر ساقي على امتداد فرانسيس كافيه ملتصقا بجدران المنازل، أتقدم نحو زوجك الذي كان مندفعا نحوي في حال ليست خيرا من حالي. خبيرين في الصداع رغم اختلاف سبيليهما اختلافا تاما. لست أذكر بعد ذلك إن كنا قد سرنا معا أو تجنب أحدنا الآخر، ليس الفارق بين الاحتمالين بالفارق الهائل، لكن ذلك ماض ويجب أن يبقى مدفونا في أعماق الماضي. هل تشعرين بالسعادة في موطنك؟ أرق تحياتي، المخلص لك، كافكا.
الرسالة الثالثة. ميران أنترمي، بانسيون أوتوبرغ. سيدة العزيزة ميلينا، الآن فقط انقطع المطر الذي دام سقوطه يومين وليلة. مع أن انقطاعه قد لا يستمر سوى لحظة، لكنه مع ذلك حدث يستحق أن يحتفل به المرء، وهذا هو ما أفعله بالكتابة إليك. وحتى المطر كان محتملا في الحقيقة، فالمرء غريب هنا في نهاية الأمر، وإن يكن فحسب مجرد غريب على نحو ما، إلا أن ذلك يثلج القلب. أنت أيضا لو صح تعبيري، لقاء قصير منعزل شبه صامت، ربما لا يكون تسربه من خيال المرء محض صدفة. أنت أيضا تمارسين الاستمتاع بغربتك في فيينا، مع أنك قد تفقدين استمتاعك ذاك فيما بعد تحت ضغط الحالات السائدة. لكن هل تمارسين أنت أيضا متعة شعورك بالغربة إلى هذا الحد؟ تلك المتعة التي قد تكون مصادفة، مجرد دلالة سيئة، وقد لا تحدث. إنني أعيش هنا في خير حال، ولا يطيق الجسد الفاني مزيدا من العناية، وتطل شرفة غرفتي على حديقة محاطة بسور تزدهر فيها الشجيرات المزهرة. إن النباتات هنا غريبة، فالزهور تتفتح في بطء أمام شرفتي في جو مثل جو براغ تتجمد فيه بالفعل برك المياه، وتتعرض شرفة الغرفة كذلك لأشعة الشمس، أو بالأحرى للسماء التي تحجبها السحب إلى ما لا نهاية، كما هو الحال منذ ما يقرب من الأسبوع. تزورني في الغرفة السحالي والطيور وأنواع مختلفة من الكائنات، تزورني أزواجا أزواجا. إنني أرغب رغبة شديدة في أن تكوني هنا في ميران. لقد كتبت لي أخيرا عن عدم قدرتك على التنفس، في هذه الكلمة تتجاور الصورة والمعنى إلى حد بعيد، وفي ميران قد تخف وطأتهما بعض الشيء. ما أرقت حياتي. المخلص فرانس كافكا. الرسالة الرابعة. إذن فهي الرئة. ظللت طوال النهار أدير هذه الجملة في رأسي، ولم أتمكن من التفكير في أي شيء آخر. لم أستطع أن أفكر حتى في أن ثمة نذير كان قد أنذرني بالفعل بهذا المرض، ولعل المرض وهذا ما نأمله، وتشير تلميحاتك إلى هذا، يبدو في حالتك في صورة اشتباه عديم الأثر، على أن مرض الرئة الفعلي ونصف سكان أوروبا الغربية يعانون كثيرا أو قليلا من الأمراض الصدرية. هذا المرض الذي عرفته من خلال خبرتي الخاصة والتي دامت 3 سنوات، لعله أن يكون قد أفادني بقدر ما ضرني. بدأ الأمر بالنسبة لي منذ حوالي 3 سنوات في منتصف أحد الليالي بالنزيف، نهضت مرتاعا بسببه كما يحدث للمرء عندما يواجه شيئا للمرة الأولى. نهضت بدلا من أن أستلقي متمددا كما تعلمت أن أفعل فيما بعد حسب أوامر الأطباء، وكنت أيضا مضطربا بالطبع على نحو ما. سرت نحو النافذة وانحنيت متطلعا خارجها، وقصدت حوض الغسيل، ورحت أتجول في أنحاء الحجرة، وجلست فوق الفراش، وكان الدم ينزف بلا توقف. ومع ذلك فلم تنل مني التعاسة من جراء ذلك، لأنني شيئا فشيئا علمت بصورة قاطعة أنني سوف أنام. بعد أن انقضت 3 سنوات أو 4 هجرني فيها النوم، سوف أنام لأول مرة بعد أن يتوقف ذلك النزيف. ولقد توقف النزيف بالفعل، كما أنه لم يعاودني منذ ذلك الحين. واستغرقت في النوم بقية الليلة، وعندما دخلت الخادمة في الصباح، إذ كان لي في ذلك الحين شقة بالقرب من قصر شوانبورن، وهي فتاة طيبة تكاد تنكر ذاتها في علاقتها بالآخرين، إلا أنها فتاة واقعية للغاية،
قالت عندما رأت الدم: سيدي الدكتور، إنك لن تعيش طويلا، لكنني أحسست بالتحسن على غير العادة، وذهبت إلى عملي وتوجهت قرب الظهر إلى الطبيب. وليس لبقية القصة بعد ذلك كثير أهمية، لقد قصدت فقط أن أقول إن مرضك ليس هو الذي أفزعني، خاصة أنني أقاطع نفسي باستمرار لكي أعالج ذاكرتي، مكتشفا الانتعاش الذي يكاد يشبه انتعاش المرء وسط الحقول تحت الرقة كلها، لأقرر بيني وبين نفسي قائلا: لا، إنك لست مريضا، إنه نذير بالمرض، ولكنه ليس مرضا برئة. وهكذا فلم يكن ذلك هو ما يرعبني، لكن ما يرعبني هو التفكير فيما لا بد قد سبق ذلك الاضطراب. في تلك اللحظة كنت على وشك أن أتجاهل كل شيء آخر في رسالتك، من قبيل أنه لا يوجد جحيم أفضل من شاي وتفاح يوميا من الثانية حتى الثامنة. هذه كلها أمور لم أتمكن من فهمها، ويبدو أنها لا يمكن أن تفسر لي إلا شفويا، وعلى هذا فسوف أتجاهل هذه الأمور، ما أنني سأتجاهلها فقط في رسالتي هذا، ذلك أن المرء لا يمكنه أن ينساها، وسوف أفكر فقط في التفسير الذي اهتديت إليه لتوي في حالة مرضي، والذي ينطبق على كثير من الحالات. إنما حدث هو أن العقل لم يكن ليحتمل مزيدا من الهموم والمعاناة المكومة فوق عاتقه. إنه يقول: لقد عجزت عن تحمل ذلك، لكن لا بد من وجود من يواصل الاهتمام بسلامة كل شيء، ويجب عليه أن يخلصني من بعض عبئي، وستظل الأمور سائرة في طريقها بعضا من الوقت. ثم تتحدث رئة، ما أنه قد لا يكون لديها الكثير مما يمكنها أن تفقده مهما كانت الحال. لعلها تكون مناقشات تثير الرعب، تلك المناقشات التي تدور بين العقل والرئة دون أن أعلم عنها شيئا. وما الذي تنوين عمله الآن؟ قد يتضح أنه لم يكن سوى أمر عارض، لو أنك أحطي نفسك بشيء من الرعاية، وحاجتك إلى شيء من الرعاية أمر لا بد أن يدركه أي شخص مغرم بك، وكل شيء آخر يجب لهذا أن يوضع في المحل الثاني. وهل يمكن أيضا ألا يكون ثمة شيء من العزاء لك في أي شيء آخر؟ كما قلت من قبل، لا، لست في حالة من حالات المزاح، كما أنني لا أحس مطلقا بالمرح، ولن أكون كذلك حتى تكتبي إلي وتخبريني كيف ستحاولين إعادة تنظيم حياتك على نحو جديد يوفر لك مزيدا من الصحة. لماذا لا تغادرين فيينا لفترة قصيرة؟ هذا ما لم ألح في سؤالك يانا بعد رسالتك الأخيرة، فأنا أفهم الآن لماذا لا يمكنك مغادرة فيينا، إلا أن هناك مع ذلك أماكن أخرى رائعة بالقرب من فيينا، وكثير من الفرص لتوفير الرعاية لك. لن أكتب عن أي شيء آخر اليوم، فلا شيء ذو أهمية كبيرة يمكنني أن أتحدث عنه، سأكتب عن كل شيء آخر غدا، ومن بين هذه الأشياء الأخرى شكري على المخطوط الذي هزني وأشعرني بالخجل وبالحزن وبالفرح. لا، ثمة شيء آخر قد تبقى لأقوله لك اليوم، لو أضعت عليك الترجمة لحظة واحدة من لحظات نومك فسوف تتحول هذه اللحظة إلى لعنة تحيق بي، ففي يوم الحساب لن يكون ثمة مجال لبحث التفاصيل، لأنه سيكون ببساطة يوم إقرار الحيفيات، لقد حرمها من النوم، عن هذا سوف تثبت إدانتي، وسيكون هذا هو الجزاء العادل. وعلى هذا فإنني أحمي نفسي عندما أطلب إليك ألا تفعلي شيئا من هذا بعد الآن. المخلص لك، فرانز كافكا. الرسالة الخامسة. سيدتي العزيزة ميلينا، أريد اليوم أن أكتب لك عن أشياء أخرى،
إلا أنني لا أستطيع، وليس ذلك لأنني أنظر بالفعل إلى تلك الأشياء نظرة جادة، فلو أنني كنت أنظر إليها على هذا النحو لكنت في الحقيقة قد كتبت بصورة أخرى. لكنني الآن وللمرة الثانية أقول أنه لا بد لك من مقعد مريح من القماش تستلقين فوقه في أحد أركان الحديقة، ركن تتقاسمه الظلال وأشعة الشمس، ويجب أن توضع 10 قارورات ممتلئة باللبن في متناول يديك. من الممكن أيضا أن يحدث ذلك في فيينا، خاصة الآن في الصيف، لكن بدون جوع ولا قلق. أليس هذا ممكنا؟ أو هل لا يوجد من يمكن أن يجعله ممكنا؟ وماذا قال لك الطبيب؟ عندما أخرجت المخطوط من المظروف الكبير أحسست بخيبة الأمل، فلقد كنت أريد أن أقرأ لك أنت، لا أن أستمع إلى ذلك الصوت المألوف، ذلك الصوت المنبعث من القبر العتيد. لماذا تدخل ذلك الصوت بيننا؟ ثم ماذا؟ إنني لا أكاد أصدق أنك قد أخذت بالفعل على عاتقك مشقة الاطلاع بهذا الجهد الهائل، ولقد هزتني حتى أعماقي تلك الأمانة التي أنجزت بها هذا العمل جملة بعد جملة، تلك الأمانة التي لم أكن أحسبها ممكنة في اللغة التشيكية إلا بالقدر الذي ساورتني عنده الريبة في قدرتك على تطويع اللغة على هذا النحو التلقائي الرائع. هل تتقارب اللغتان الألمانية والتشيكية إلى هذا الحد؟ مهما يكن من أمر فإنها على أي حال قصة بالغة البؤس، يمكنني أن أؤكد لك هذا يا سيدتي العزيزة ميلينا سطرا بعد الآخر بغاية اليسر، غير أن النفور سيظل رغم هذا مستعصيا إلى حد ما على البرهان. أما عن أعجابك بالقصة فإنه يكسبها بالطبع بعض القيمة، لكنه مع ذلك يساهم في إظلام صورة العالم أمامي. ليس لدي مزيد مما يمكنني أن أقوله عنها. سيرسل لك الناشر فولف قصتي طبيب الأرياف، لقد كتبت له في هذا الشأن. إنني أفهم اللغة التشيكية بلا شك، ولقد انتويت أكثر من مرة أن أسألك لماذا لم تكتبي لي بالتشيكية، إلا أقصد بهذا أنك لا تجيدين اللغة الألمانية، فأنت تسيطرين عليها في أغلب الأحيان على نحو رائع يثير الدهشة، وإذا خانتك قدرتك في أحيان فإن اللغة الألمانية تنحني عندئذ أمامك طائعة من تلقاء نفسها، وهو أمر يبعث على السرور حقا، ذلك أن الألماني نفسه لا يكاد يجرؤ على أن ينتظر هذا من لغته، فهو لا ينتظر من لغته هذا أن تصافه في الكتابة التي تبلغ هذه الدرجة من الخصوصية. غير أنني أريد أن أقرأك في التشيكية لأنها لا تنفصل عنك، لأن فيها وحدها توجد ميلينا بأكملها، إن الترجمة تؤكد ذلك، بينما هنا في اللغة الألمانية لست سوى مجرد تلك التي في فيينا، أو تلك التي تحاول أن تبدو كما لو كانت من فيينا. لهذا أرجو أن تكتبي إلي بالتشيكية لو تفضلتي بذلك، وأرجو أن ترسلي القصاصات التي وعدتني بها لتكن تلقائية، فلقد تلمست طريقك أيضا بنفسك من خلال بساطة قصتي. لست أدري إلى أي مدى ربما أمكنني أن أفعل هذا أنا أيضا، فإن لم أتمكن فسأبقى متمسكا إذن بأفضل الأهواء. تسألين عن خطوبتي؟ لقد خطبت مرتين، 3 مرات إن شئتي، ومعنى هذا أنني خطبت فتاة منهما مرتين، وعلى هذا فقد فسخت خطبتي 3 مرات قبل إتمام الزواج في كل مرة ببضعة أيام قلائل فحسب، ولقد انتهى تماما كل ما يتعلق بالخطيبة الأولى. سمعت أنها قد تزوجت أخيرا ورزقت أيضا بطفل، أما الخطوبة الثانية فما زالت قائمة لكن دون أدنى أمل في إتمام الزواج، وهي لهذا خطوبة لا وجود لها في الحقيقة، أو أن لها وجودا مستقلا، وإن يكون استقلاله هذا على حساب آخرين. ولقد خرجت في النهاية من هذه التجربة ومن تجارب أخرى غيرها بأن الجانب الأكبر من المعاناة ربما كان من نصيب الرجال، أو لو راق للمرء أن ينظر إلى المسألة من هذه الزاوية فلعله يقول
أن مقاومة الرجال أقل في هذا الصدد، وأن النساء يعانين معاناة أقرب إلى البراءة، لا بمعنى أنهن لسن مخطئات، بل بمعنى أكثر اقترابا من الحقيقة، لعله يؤدي بنا مرة أخرى على الرغم من هذا إلى أنهن غير ملومات، على أن التفكير في هذه الأمور لا يجدي، فهو أشبه بمحاولة المرأة أن يحطم مرجلا واحدا من مراجل الجحيم. لا جدوى أولا من محاولة كهذا، وثانيا حتى لو كانت هذه المحاولة ذات جدوى فسوف يحترق المرء مع ذلك ويهلك في ذوب اللهيب الذي سيتدفق عند تحطيم ذلك المرجل. هذا على حين سيبقى الجحيم بكل عنفوانة. إن على المرء في الحقيقة أن يعالج ذلك بطريقة أخرى، ونقطة بدايتنا في هذا السبيل هي بعد هذا كله أن تستلقي في إحدى الحدائق وتتخلصي من المرض، وخاصة إذا لم يكن مرضا فعليا. تخلصي منه بأقصى ما يسعك من الاستمتاع، ثمة متعة بالغة في تخلص المرء من المرض. المخلص لك فرانس كافة. الرسالة السادسة. سيدتي العزيزة ميلينا، أصرح لك أولا في حالة ما إذا كنت قد قرأت ذلك بين السطور، رغم حرصي على ألا تفطني إلي، بأنني أعاني من الأرق المتزايد طوال ما يقرب من الأسبوعين، على أنني لم أهتم اهتماما زائدا بهذا، ففترات الأرق تنتابني وتزايلني، وتتوقف هذه النوبات على عوامل عديدة ثابتة، وإن تكن في غير حاجة إليها، فمن الممكن كما يقول بدكر أن يكون هواء ميران وحده سببا كافيا تماما. وحتى لو لم يتوفر أدنى أثر لأي من هذه العوامل الخارجية، فسوف يجد المرء نفسه في بعض الأحيان ثقيلا كالكتلة، وقلقا في الوقت نفسه، قلقا كحيوان في داخل غابة. عزاء الوحيد مع هذا أنك قد استغرقت في نوم هادئ، وإن كنت ما تزالين تحسين بغرابة ذلك على الرغم من أنك كنت غاضبة جدا بالأمس، إلا أنك على الرغم من هذا كله قد استغرقت في النوم. والآن عندما يتجاوزني النوم ويمر في الليل دون أن يحفل بي، فإنني أعرف عندئذ وجهته وأرضاها. وفوق هذا فمن الغباء أن يثور عليه المرء، فالنوم هو أكثر المخلوقات براءة، والرجل الذي يهجره النوم هو أكثر الرجال ذنوبا. إن ذلك الرجل الذي هجره النوم هو الذي شكرته في رسالتك الأخيرة، ولو قدر لغريب لا يعلم شيئا عن الحقيقة أن يقرأ هذا، فلعله يتعجب قائلا: يا له من رجل، يبدو عليه في حالته تلك وكأنه قد حرك الجبال، على أنه في الحقيقة لم يفعل شيئا، لم يحرك إصبعا فيما عدا إصبعه التي يضغط بها على القلم. إنه يعيش على لبن وعلى أطايب الطعام دون أن يرى الشاي والتفاح أمامه دائما، وهو فوق هذا لا يحاول أن يقحم نفسه في أمر من الأمور، ويترك الجبال كما هي في أماكنها. هل تعرفين قصة أول نجاح صادفه دوستويفسكي؟ إنها قصة تحفل بأشياء عديدة، وأنا أذكر اسم الرجل العظيم فقط تأكيدا لما أريد قوله، ذلك أنك قد تسمعين هذه القصة من أحد جيرانك، قد تسمعين من هذا الجار أو من غيره قصة لها نفس المغزى، علاوة على أن تلك القصة ليست واضحة تمام الوضوح في مخيلتي، خاصة فيما يتعلق بالأسماء. فبينما كان دوستويفسكي يكتب روايته الأولى الفقراء، كان يقطن مع صديق له من الحقل الأدبي يدعى غريغورييف، وما أن هذا الصديق كان يرى كل يوم صفحات الرواية الكثيرة فوق منضدة الكتابة أمامه لشهور عديدة، إلا أنه لم يتناول ذلك المخطوط أبداً، إلا عندما كانت الرواية قد تمت قرأها فهزتها، ودون أن يقول دوستويفسكي كلمة واحدة أخذها وذهب بها إلى الناقد الشهير عندئذ نكراسوف، وارتفعت دقات الجرس على باب دوستويفسكي في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي. كان الطارقان هما غريغورييف ونكراسوف، اندفعا عندما انفتح الباب إلى داخل الحجرة، فاحتضنا دوستويفسكي وانهلا عليه تقبيلا،
وأطلق عليه نكراسوف الذي لم يكن قد التقى به من قبل لقب أمل روسيا. وانقضت ساعة ثم أخرى وهما يتحدثان إليه، ودار أغلب حديثهما حول رواية، ولم ينصرفا إلا قرب الفجر. وانحنى دوستويفسكي الذي ظل دائما يشير إلى هذه الليلة على أنها أسعد ليالي عمره، انحنى على النافذة وتبعهما بنظراته. كان الانفعال لحظتها قد أفقده توازنه تماما، فشرع في البكاء. وكان الشعور الذي سيطر عليه وهو يبكي هو ذلك الشعور الذي وصفه فيما بعد، لست أدري أين، بهذه الكلمات: هؤلاء الناس الأصلاء، يا لهم من نبلاء وطيبين، ويا لي من زائف. لو أتيح لهم فقط أن ينظروا في أعماقي، ولو كان لي أن أقول لهم ما خفي عليهم فقد لا يصدقون قولي. إن محاولة دوستويفسكي عندئذ لأن يماثلهما لم تكن ببساطة سوى مجرد حذلقة، وعلى الشباب الذي لا يقهر أن يقتنص الكلمة الأخيرة. وهذه الكلمة لا تنطوي عليها قصتي هذا التي انتهت عند هذا الحد. هل تبينت يا سيدتي ميلينا ذلك المغزى الذي قد لا يتسنى للعقل أن يدركه؟ إنه هذا على ما أظن. لم يكن غريغورييف ونكراسوف بلا جدال على قدر ما يسعني أن أوجز القول في هذا المقام أكثر نبلا من دوستويفسكي، لكننا لو صرفنا نظرنا عن تلك النظرة الشاملة التي لم يدعيها دوستويفسكي أيضا في تلك الليلة، والتي لا جدوى منها في مثل تلك الحالة الفريدة، ولو أنك استمعت فقط إلى دوستويفسكي فسوف تقتنعين بأن غريغورييف ونكراسوف كانا حقا أصيلين، وأن دوستويفسكي ليس نقيا، وأنه زائف إلى غير حد، وأنه لن يبلغ بالطبع نصف علو شأوهما. ولندع جانبا احتمال أنه كان بإمكانه أن يرد لهما دوما عطفهما ذاك الهائل الذي غمراه به دون أن يستحقه منهما. إن المرء يوشك أن يراهما من خلال تلك النافذة وهما يختفيان في البعد، وبهذا يوحيان باستحالة أن يبلغهما أحد. إن مغزى هذه القصة لسوء الحظ قد تبدد نتيجة لضخامة اسم دوستويفسكي. إلى أين سيؤدي بي سهادي؟ بالتأكيد ليس إلى شيء لم يكن مقصودا بالفعل. المخلص لك فرانز كافا. الرسالة السابعة. سيدتي العزيزة ميلينا، بضع كلمات قليلة فحسب، وربما كتبت لك غدا مرة أخرى، أما اليوم فإنني أكتب فقط لصالحي، لمجرد أن أفعل شيئا لنفسي، لمجرد أن أبعد قليلا ذلك الانطباع الذي أحدثته رسالتك، وإلا فإن ذلك الانطباع سيبقى مسيطرا علي ليلا نهارا. إنك في غاية الغرابة يا سيدتي ميلينا، فأنت تعيشين هناك في فيينا وتقاسين من هذا الأمر ومن ذاك، ولا يزال أمامك متسع من الوقت لكي يدهشك أن آخرين، أنا مثلا، لا أشعر بأنني على ما يرام، وأنني كل ليلة أنام نوما سيئا أسوأ من نومي في الليلة التي سبقتها. ولصديقات الثلاث اللائي عشن معي هنا ثلاث أخوات أكبرهن في الخامسة من عمرها موقف أكثر حساسية، فقد أردنا أن يلقين بي في الماء في أقرب فرصة، سواء كنا بالقرب من النهر أو لم نكن، وليس ذلك لأنني قد تسببت في إلحاق أدنى أذى بهن بحال من الأحوال. وعندما يهدد الكبار الأطفال على هذه الصورة فإن الأمر بالطبع لا يعد أن يكون سوى مجرد مزاح دافعه الحب، ولا يعني سوى شيئا من قبيل على سبيل التسلية. هيا بنا نقول أكثر الأشياء استحالة، لكن الأطفال جادون،
كما أنهم لا يكادون يعرفون المستحيلات. إن 10 محاولات فاشلة لطرح أي شيء أرضاً لا يمكن أن تقنعهم بأن الأمر لن يتم على نفس الصورة في المرة التالية، وهم في الحقيقة لا يتحققون أيضاً من فشل المرات العشر السابقة. إن الأطفال خبثاء عندما يثقل المرء ألفاظهم ونواياهم بمعلومات الشخص الراشد. وعندما تهاجمني تلك الطفلة ذات الأعوام الأربعة والتي تبدو كأنها لم توجد في هذا العالم سوى لتتلقى القبلات والأحضان، تلك الطفلة الممتلئة كالدبة الصغيرة ببطنها التي ما تزال مستديرة من آثار أيام الطفولة الماضية، وعندما تسندها شقيقتاها من اليمين ومن اليسار ولا يكون خلفي سوى الدرابزين، وأبوهم العطوف وتلك الأم الرقيقة الجميلة الممتلئة التي توشك على الوضع تبتسم لهذا كله من على البعد دون أن تبدو عليها النية في تخليصي من بناتها. عندئذ أكاد أشرف على نهايتي، وربما يمكن للمرء أن يصف كيف تم إنقاذه. إن الأطفال الحساسون والملهمون يحاولون أن يدفعونني بعيدا دائما دون سبب واضح. لعلهم يرونني زائدا عن الحاجة، ولعلهم لا يعرفون شيئا عن رسائلك أو عن ردودي. إن القصد الواضح في رسالة الأخيرة لا يجب أن يخيفك. لقد حدث في نوبة من نوبات الأرق، وهي ليست نادرة الحدوث هنا. إن كتبت لك تلك القصة فإن استغراقي في التفكير فيها كان يبدو لي غالبا شيئا يتعلق بك على نحو ما، لكنني عندما فرغت من كتابتها أحسست بتوتر يشد جانبي جبهتي حتى أنني لم أعد أذكر تماما ما الذي رويته لك فيها. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان قد تبقى ذلك الشكل غير المتبلور للأشياء والتي كنت أنوي أن أرويها لك وأنا مستلق فوق مقعد الخشبي خارج غرفتي في الشرفة. وهكذا لم أجد أمامي ما أفعله سوى أن أشير إلى الشعور الأساسي، ولا يمكنني حتى الآن أن أفعل شيئا أكثر من ذلك. إن لديك كل ما نشر لي فيما عدا كتابي الأخير طبيب الأرياف، وهو مجموعة قصص قصيرة سيرسلها لك فولف، أو أنني على الأصح قد كتبت له منذ أسبوع لكي يرسلها لك. لا يوجد شيء معد للطبع، كما أنني لا أعرف ما سأن يتم، ولا اعتراض لدي على أي شيء يروق لك أن تفعليه بالكتب والترجمات. إنما يؤسف له أنها أشياء ليست ذات أهمية كبيرة عندي حتى يكون تركي لها بين يديك تعبير حقيقي عن الثقة التي أشعر بها نحوك. ومن ناحية أخرى فلقد أسعدتني قدرتي على أن أقوم بتلك التضحية الصغيرة التي استلزمتها ملاحظاتك الصغيرة عن نص العطشجي. سوف يكون توقعا سابقا لأوانه، توقع تلك اللعنة الأبدية التي تنتج عن التورط مرة أخرى في ممارسة المرء لحياته بعين واعية. ذلك أن أسوأ ما في الأمر ليس تبصر المرء بأخطائه الواضحة، بل تبصره بتلك الأعمال التي اعتبرها ذات مرة أعمالا صالحة. وعلى الرغم من كل ذلك فالكتابة تفيد المرء، فأنا أكثر هدوءا الآن مما كنت عليه قبل ساعتين عندما كنت أقرأ رسالتك على مقعدي في الشرفة. فبينما كنت أستلقي هنالك سقطت خنفساء على ظهرها أمامي على مسافة ياردة من مكاني، وبدا عليها اليأس لعجزها أن تعتدل. وددت أن أساعدها، فقد بدا لي ذلك سهلا، خطوة واحدة أخطوها ودفعة بسيطة كانت ستنهي المشكلة. لكنني نسيتها بسبب رسالتك، كما أنني لم أتمكن من النهوض من مكاني إلى أن أعادتني إلى وعي بالحياة من حولي مرة أخرى سحلية اتجهت في طريقها نحو الخنفساء والتي كانت ساكنة في وضعها كما هي. قلت في نفسي ومع ذلك فلم تكن حادثة تلك التي وقعت لها، لكنه كان صراع الحياة مع الموت، ذلك المشهد النادر لموت الحيوان ميتة طبيعية. لكن السحلية عندما زحفت فوقها قلبتها إلى وضعها الطبيعي، وما أن الخنفساء بقيت مستلقية لفترة قصيرة كما هي وكأنها ميتة، فقد انطلقت بعد ذلك فجأة تجري صاعدة حائط المنزل وكأن شيئا لم يحدث. ولعل هذا أن يكون قد أعاد إلي شيئا من شجاعتي، فقد نهضت وشربت قليلا من اللبن وكتبت لك. المخلص لك فرانس كاف. هامش، غدا سأرسل لك التعليق، وسيكون بالمناسبة تعليقا قصيرا للغاية
لن يجعل سوى حيزا محدود. إن صدق الترجمة الواضح بذاته هو بالنسبة لي عندما أحاول أن أتجاوز ذلك الوضوح مثار دهشة دائمة، فلا يكاد يوجد التباس واحد، مع أن ذلك حتى لو وجد لن يكون أمرا بالغ الخطورة. ويقابلني التماسك دائما والفهم الواثق. إن الشيء الوحيد الذي أريد أن أعرفه هو ما إذا كانت شيكيون لن يلومونك على إخلاصك هذا الذي هو ما أحبه في ترجمتك قبل أي شيء آخر، لا من أجل القصة بل من أجلي. إن أحساسي باللغة التشيكية فإن لي أحساسا بها أيضا، هو أحساس قد أشبع تماما، صار أحساسا بالزهو البالغ. وأيما كانت الحال فهل يمكن أن يوجد من يمكن أن يلومك على هذا؟ حاول إذن أن تصطعد عن الإساءة بتقديري. الرسالة الثامنة. سيدتي العزيزة ميلينا، لقد أخذ هذا الأسلوب الذي نلتزمه في حديث أحدنا إلى الآخر يسبب إرهاقا لكلينا، ولكنه يعد يدا من تلك الأيدي التي يتشبث بها المريض في دنيانا هذه الغادرة، ولا تعد مثل تلك الأيدي دليلا على التماثل للشفاء عندما تتسبب في إرهاق هؤلاء المرضى. لم يسبق لي أن اختلطت بالألمان، إن اللغة الألمانية هي لغة أمي، هي لغة مألوفة لدي لهذا السبب، إلا أن التشيكية تبدو لي أكثر ألفة. لهذا السبب تؤكد رسالتك كثيرا من شكوكي. إنني أراك بصورة أكثر وضوحا، حركات جسدك، يديك بالغتي السرعة الماهرتين غاية المهارة. إن رسالتك تكاد أن تكون لقاء فعليا، على الرغم من أنني كلما حاولت أن أرفع عيني إلى وجهك كلما اندلعت النيران عندئذ أثناء قراءتي لرسالتك. يا لها من قصة، فلا يسعني أن أرى شيئا بعد ذلك سوى النيران. من الممكن أن يحمل ذلك أي شخص على أن يقتنع بذلك القانون الذي يحكم حياتك، تلك الحياة التي أهملتها، وبأنك لا تريدين أحدا أن يشفق عليك، انسياقا مع ذلك القانون الذي تقرين بأن احتماله أمر ترينه طبيعيا. ذلك أن إهمال القانون ليس سوى محض غرور وخيلاء، وأنا من يتكبد ثمن هذا، كما أن البراهين التي سقتها لإثبات ذلك القانون لا تحتاج من ناحية أخرى إلى مزيد من المناقشة. كل ما يسعى المرء أن يفعله هو أن يلثم يدك في صمت. أما من ناحيتي فإنني مؤمن بقانونك، وإن يكن في غير استطاعتي أن أقتنع بأن في مقدوره أن ينقذك ويتسلط على هذا النحو الصارخ فوق حياتك إلى الأبد. فعلى الرغم من أن هذا يعد تبصرا من ناحيتك، إلا أنها بصيرة على الطريق وليست للطريق من نهاية. وبغض النظر عن هذا كله، فإنه مما يرهق الذكاء البشري المحدود أن يراك المرء في جوف ذلك الفرن مرتفع الحرارة الذي تعيشين فيه. سوف أتحدث الآن عن نفسي فحسب. ثمة احتمالات ثلاثة لديك فيما يتعلق بي. لو أن المرء نظر إلى الأمر كله كما لو كان واجبا مدرسيا، ففي مقدورك مثلا ألا تخبريني بشيء عن نفسك، لكنك ستحرمينني عندئذ من متعة التعرف عليك، بل مما هو أكثر من هذا، من متعة اختبار نفسي على أساس معرفتي بك. هذا هو السبب في أنك لم تتمكني من إخفاء نفسك عني، ثم إنك قد احتفظت بعديد من الأشياء كأسرار، أو ربما كنت قد تجاهلت ذكرها بالتفصيل، وهذا ما تصرين عليه حتى الآن. لكن ذلك في ضوء ما آلت إليه الأمور الآن هو ما قد أحسه حتى ولو لم أشر إليه، وهو ما قد يسبب لي ألما مضاعفا. وهكذا فأنت لا يمكنك أن تفعلي هذا أيضا. ويبقى بعدئذ ثالث تلك الاحتمالات، وهو محاولتك حماية نفسك إلى حد ما. وإن شيئا من المجهود الذي تبذلينه في هذا السبيل يتبدى واضحا بالفعل في رسائلك. كثيرا ما قرأت عن الهدوء والثبات،
مع أنني غالبا ما أقرأ الآن عن أشياء أخرى أيضا، وأقرأ في النهاية حتى عن الرعب الحقيقي. ماذا عن صحتك؟ صحتي أنا على ما يرام، نومي فقط هو أسوأ شيء في هواء الجبل. إن صحتك لا ترضيني، ولا أجد نفعا في تشخيص الأطباء لحالتي بصورة عامة، أو أنني أجد أن ذلك التشخيص لا يتمخض عن شيء من النفع أو الضرر. فرد الفعل وحده هو الذي ينجح في توضيح حالة المرء الصحية. لا شك في أن الأطباء أغبياء، أو أنهم ليسوا أكثر غباء من سواهم من الناس، إلا أن ادعاءاتهم تبعث على الضحك. وإن يكون على المرء أن ينتبه إلى حقيقة أن غباءهم يزداد أكثر فأكثر، فاللحظة التي نصبح فيها بين أيديهم، عندئذ لا يحتاج الطبيب إلى أمر بالغ الغباء أو إلى ما هو مستحيل. إن المستحيل هو أنك قد أصبحت مريضة بالفعل، وأن هذه الاستحالة ستبقى. إلى أي السبل تحولت حياتك منذ أن تحدثت إلى الطبيب؟ هذا هو السؤال الأساسي. هناك بعد ذلك بعض الأسئلة الأقل شأناً، والتي قد تسمحين لي بتوجيهها. لماذا ومنذ متى تحتاجين إلى النقود؟ لماذا رأيت في وقت ما كما تقولين أناساً كثيرين في فيينا، ثم لم تعودي ترين منهم أحداً الآن؟ إنك لا تريدين أن ترسلي إلي قصاصاتك، وعلى هذا فليست لديك الثقة في قدرتي على أن أضعها في المكان الملائم من تلك الصورة التي أكونها لنفسي عنك. حسناً، سوف أغضب منك إذن لهذا، مع أن غضبي لن يكون هنا بالمناسبة غضباً بالغاً، ذلك أن شيئاً من الغضب يلزم بالفعل لإحداث التوازن. عندما ينزوي في ركن من أركان القلب قليل من ذلك الغضب متحفزاً ضدك. المخلص لك، فرانس كافا. الرسالة التاسعة، الجمعة. قبل كل شيء يا ميلينا، ما شكل تلك الشقة التي كتبت لي منها يوم السبت؟ هل هي فسيحة وخالية؟ هل أنت وحيدة نهارا وليلا؟ لابد أن يكون هذا محزنا حقا، محزن أن تجلسي هنالك وحيدة في ظهيرة يوم السبت الرائع ذاك أمام شخص مجهول، وجهه ليس سوى صفحة مكتوبة. كم تحسنت أنا، فعلى الرغم من صغر مساحة حجرتي، فإن ميلينا الحقيقية، تلك التي زايلتك صراحة يوم السبت، توجد معي هنا. وصدقيني، إنه شيء رائع جدا أن أكون معها. إنك تشتكين من اللاجدوى، في أيام أخرى كان الأمر يختلف وسيبقى مختلفا. إن تلك الجملة الوحيدة، في أي مناسبة قيلت تلك الجملة؟ إنها تسبب لك الرعب، إلا أنها غاية في الوضوح مع ذلك. لقد ذكرت تلك الجملة أو قتلت بحثا بهذا المعنى مرات لا حصر لها بالفعل. ويبدو حقا أن الإنسان حينما تعذبه شياطينه يثأر لنفسه بصورة عمياء من أخيه الإنسان. لعلك في مثل تلك اللحظات قد أردت أن تفتدي الآخر تماما، وإذا لم يتم لك ذلك اعتبرت نفسك عديمة النفع. ماذا الذي يجرؤ على أن يتجه نحو ذلك الكفر؟ إن أحدا لم يتمكن من تحقيق ذلك بعد، حتى ولا المسيح. يمكنه أن يقول فقط اتبعوني، ثم ذلك السطر الرائع الذي اقتبسته لسوء الحظ بصورة خاطئة، اسلكوا تبعا لكلمتي، وسوف ترون أنها ليست كلمة رجل ولكنها كلمة الرب، ويطرد الشيطان وحده بعيدا عن هؤلاء الذين تبعوه. وحتى ذلك لا يدوم إلى الأبد، ذلك أنهم لو تبعوه فلن يلبث حتى هو أن يفقد التأثير والهدف حقا. وهذه هي النقطة الوحيدة التي أسلم لك بها، أنه قد استسلم هو أيضا للإغراء. الرسالة العاشرة، الجمعة. اليوم حتى المساء قمت وحدي للمرة الأولى بالفعل بجولة طويلة إلى حد ما، سيرا على قدمي، وإلا لكنت قد ذهبت مع آخرين أو بقيت على الأغلب مستلقيا في المنزل. ما هي تلك القرية؟ يا للسماء، لو أنك كنت هنا يا ميلينا، أنت والعقل البائس العاجز عن التفكير. إلا أنها ستكون كذبة بالنسبة لي لو قلت أنني أفتقدك،
إنه السحر الكامل المؤلم إنك توجدين هنا مثلما أنا هنا. إن وجودك مؤكد أكثر من وجودي. إنك تكونين حيث أكون، وجودك كوجودي وأكثر كثيرا من وجودي في الحقيقة. لست أمزح، ذلك أنني أتخيلك أحيانا بما أنك هنا تفتقدينني وتتساءلين أين هو. ألم يكتب قائلا أنه في ميران؟ إمضاء فاء. هامش، هل تسلمت رسالتي ردا على رسائلك؟ الرسالة 11. سيدتي العزيزة ميلينا، إن النهار بالغ القصر، فكيف يبدو لك؟ إن المرء لا يكاد يفرغ من قضاء بضعة أمور يومية تافهة حتى ينقض النهار، فلا تكاد تتبقى لحظة واحدة يفرغ فيها المرء للكتابة. إلى ميلينا الحقيقية، طالما أن ميلينا الأكثر حقيقية كانت هنا طوال النهار في حجرتي هذا وفي هذه الشرفة وفي السحب. من أين أتت تلك الحيوية وذلك المرح وخلو البال التي تطبع جميعها رسالتك الأخيرة؟ هل تغير شيء أم أنني أخدع نفسي؟ ولا يخرج الأمر عن أن تلك الفقرات النثرية الرفيعة التي خطها قلمك هي التي أحدثت في نفسي هذا الأثر، أو أنك قد أخضعت نفسك لشيء من هذا الانضباط، وبهذا أخضعتها كذلك للظروف. ما هي حقيقة الأمر؟ إن رسالتك تبدأ كما يبدأ حديث القاضي، وأقول هذا جادا، إنك محقة فيما توجهينه من تعنيف، أو لعلك ليس لك كل الحق في ذلك بقدر ما كان لك من الحق الواضح فيما يتعلق بذلك الأمر الذي تعرفينه حق المعرفة. إن هذا واضح، ولو أن القلق البالغ المتصل يسيطر علي على نحو ما كان يسيطر علي عندما كتبت لك، لما أمكنني على الرغم من كل العوائق أن أبقى مستقرا فوق مقعدي، ولكنت قد دخلت عليك حجرتك في اليوم التالي، وهو البرهان الوحيد على الإخلاص، وما عداه ليس سوى مجرد لغو بما فيه البرهان الأخير، أو هو لمحات إلى ذلك الشعور الذي يكمن تحت كل شيء، غير أن هذا الشعور شعور صامت ومستكين. كيف حدث أن عجزت عن استيعاب هؤلاء الناس السخفاء الذين وصفتهم، وقد وصفتهم لهذا بحب يخلو بالألباب؟ مثلا ذلك الشخص الذي توجه بالسؤال وكثير من الآخرين. إن الأمر لك في النهاية لتحكمي بنفسك، والمرأة هي التي تحكم دائما في النهاية. إن أسطورة باريس تترك هذا الأمر مبهما على نحو ما، لكن حتى باريس في الأسطورة يحكم فقط لصالح أولئك الذين يرى أن أحكام آلهتهم النهائية هي أقوى الأحكام جميعا. إن السخافات التي من هذا القبيل لا تهم كثيرا، فقد تكون سخافات اللحظة التي تتحول بعد ذلك بصفة عامة إلى جد وخير. هل هذا هو الأمل الذي يربطك بهؤلاء الناس؟ من الذي يستطيع أن يقول بأنه يعرف الأفكار السرية التي تدور في رأس قاض من القضاء، غير أن انطباعا يتملكني بأنك تتجاوزين مثل تلك السخافات التي من قبيل الفهم الحب، أنك بحبك تطفين هالة من الشرف على مثل تلك السخافات. إن هذه السخافات ليست سوى شيء من قبيل اهتزازات الكلاب وحركتها المتعرجة عندما تعدو، بينما السيد يمضي مستقيما في طريقه إلى الأمام، لا في الوسط بالضبط، لكن حيث ينفسح أمامه الطريق تماما. سوف يبقى مع ذلك مكان ما لحبك، وهذا ما أثق فيه مطمئنا، على الرغم من أنني لا أستطيع أن أغالب التساؤل والإحساس بغرابة هذا الاطمئنان الواثق، وهو ما يذكرني لمجرد أن أؤكد لنفسي وجها من وجوهه
لما قاله ذات مرة موظف معي في المكتب: اعتدت منذ سنوات عديدة أن أخرج غالبا للنزهة في قارب صغير فوق سطح المولداو، جدفت في أحدى تلك المرات ضد التيار، ثم تمددت على ظهري وتركت نفسي للتيار يجرفني تحت القنطرة. ربما كان منظري يبدو مضحكا جدا لشدة نحافتي لمن قد يتطلع إلي من فوق تلك القنطرة. وعندما شاهدني ذلك الموظف على هذا النحو في أحدى تلك المرات، وبعد أن ألح على الجانب الضاحك في ذلك المشهد بما يكفيه، لخص انطباعه عن ذلك المشهد كما يلي: إنه يبدو مشهدا يسبق الحساب الأخير مباشرة، يمثل اللحظة التي ترتفع فيها الأغطية عن الأكفان بينما يبقى الموتى كما هم بلا حراك. لقد خرجت في نزهة قصيرة، أليست هي تلك النزهة الطويلة التي حدثتك عنها ولم تتحقق؟ وقد ظللت عاجزا نحو 3 أيام من شدة الإرهاق، لم يكن إرهاقا خطيرا، عاجزا عن عمل أي شيء، عاجزا حتى عن الكتابة إليك. قرأت فقط الرسالة وقرأت المقال عددا من المرات، وفي اعتقادي أن مثل تلك القطعة النثرية لم توجد بالطبع في حد ذاتها، لكنها لابد قد خرجت إلى الوجود لكي تكون شيئا من قبيل لوحة الإعلانات على الطريق المؤدي إلى شخص ما، على طريق يواصل المرء سيره عليه بسعادة متزايدة حتى يدرك المرء في لحظة إشراق أنه لا يتقدم بل يجري بسهولة في صورة دائرية في متاهتها الخاصة به، غير أنه يجري بتأثر متزايد وبانفعال متزايد عن ذي قبل. لكن أيا كانت الحال فليس كاتبا عاديا ذلك الذي يمكنه أن يخط مثل ذلك المقال. فعندما قرأته امتلأت ثقة في كتابتك كثقتي في شخصك. أعرف اللغة التشيكية في حدود معلوماتي المحدودة، موسيقى واحدة فقط تستهويني في تلك اللغة، هي موسيقى الكاتبة التشيكية الكبيرة بوتسينا نيمكوفا، وهي ذي موسيقى أخرى إلا أنها تنتمي إلى الموسيقى السابقة في الإرادة والعاطفة والجمال، وتتسم فوق ذلك كله بالذكاء الواعي. هل يمكن أن يكون هذا كله نتيجة للسنوات القلائل الأخيرة وحدها؟ هل تكتبين باستمرار؟ سوف تقولين بالطبع أنني أتحامل عليك بطريقة تثير الضحك، وإنك لمحقة بالفعل، إنني بالطبع متحامل، لكنني لست متحاملا بما اكتشفته في المقال، وهو بالمناسبة ليس مقالا سلسا. وتشير بعض أجزائه من حين لآخر إلى تأثير الصحافة الضار، لكنني متحامل بما عدت فاكتشفته مرة أخرى في المقال. في إمكانك أن تلحظي على الفور غرابة حكمي مع ذلك، فقد خدعتني فقرتان فأوشكتا أن تقنعاني بأن أسلوب المقال المبتور يمكن أن يكون من نتاج يدك. أحب جدا أن أحتفظ بالقصاصات ولو لكي أطلع عليها شقيقتي، لكن بما أنك تريدينها في الحال فسوف أرسلها لك، خاصة وأنني أرى بعض المذكرات الحسابية في الهامش. لقد كونت لنفسي صورة أخرى عن زوجك، بدأ لي وسط جمع المقهى أشد الأشخاص جدارة بثقة المرء وأكثرهم قدرة على الفهم وأكثرهم هدوءا، بدأ لي شخصا يفيض بمشاعر الأبوة إلى غير حد، على الرغم من أنه شخص غامض أيضا، لكن ليس إلى الحد الذي يمكن أن يلغي ما قلته عنه الآن. إنني أكن احتراما له دائما، أما عما يمكنني أن أراه فيه أبعد من ذلك فليست لدي الفرصة ولا المقدرة على أن أرى شيئا فيما عدا ما ذكرته. لكن بعض الأصدقاء وخاصة ماكس برود له رأي قيم فيه، ولقد كنت دائما على وعي بهذا الرأي عندما كنت أفكر فيه. لقد أحببت بصفة خاصة في أحد المرات غرابة طوره التي تتبدى في اهتمامه بأن يطلب للرد على التليفون في كل مقهى عدة مرات خلال الليلة، ويبدو أن شخص ما لا بد له، بدلا من أن ينام يجلس إلى التليفون وهو يغالب نعاسة ورأسه على ظهر مقعده، ويتفرغ هذا الشخص بين الحين والآخر لكي يتصل به تليفونيا. إنها حالة أفهمها غاية الفهم، حتى أنني أذكرها فقط لهذا السبب. المخلص لك فرانس كافا.
هامش، ماذا تعتقدين؟ هل يمكن أن تصلني رسالة يوم السبت؟ من الممكن ذلك، لكنه مجنون ذلك الشوق إلى استلام الرسائل. ألا تكفي رسالة واحدة؟ ألا يكفي المرء أن يعرف مرة؟ لا شك أن مرة تكفيه، إلا أن المرء على الرغم من ذلك يميل إلى الخلف ويرتشف الرسائل، ولا يتوقف وعيه عند شيء سوى رغبته في ألا يتوقف عن الارتشاف. فسري لي هذا يا ميلينا، يا مدرستي. الرسالة 12، الخميس. لا أريد الآن أن أتحدث عن شيء سوى هذا. لم أقرأ رسائلك بعد جيدا، فقد حومت حولها كما تحوم الفراشة حول الضوء، واحترقت رأسي عدة مرات. لقد اتضح لي فجأة، وهذا ما اكتشفته الآن فحسب، أنهما رسالتان مختلفتان تمام الاختلاف. إحداهما يجب استنزافها إلى آخر قطرة، والأخرى يجب على المرء أن يتخذها نذيرا، ولعل الثانية أن تكون هي التي تأخرت. لو أن المرء التقى بأحد معارفه وسأله باهتمام عن حاصل ضرب 2 في 2، فسوف يبدو هذا السؤال عندئذ سؤالا أبله، لكنه سيبدو في الصف الأول من المدرسة الابتدائية سؤالا معقولا للغاية. والآن بسؤال الذي أوجهه إليك يا ميلينا، يبدو الأمر على هذا النحو الأبله، وإن تضمن في ثنايا سؤال المدرسة الابتدائية، إن في سؤالي أيضا لحسن الحظ شيئا من جوهر سؤال المدرسة الابتدائية، لكنه بدا لي دائما أمرا غير مفهوم بالمرة عندما كان يرتبط بي شخص ما، وقد حطمت لهذا عديدا من العلاقات الإنسانية، منها مثلا علاقتي بالشاعر أرنست فيس. تبعا لمزاج عقلي، فإنه يعتقد دائما في خطأ الآخر أكثر مما يعتقد في المعجزات، على الأقل إلى الحد الذي يعنيني. إنني أعجب، لماذا تعكرين مزيدا من التعكير مياه الحياة العاكرة بالفعل بمثل هذه الأمور؟ إنني أرى أمامي امتدادا لطريق مفتوح، وأدرك كم هي هائلة تلك المسافة التي يشق علي غالبا أن أقطعها. وإن كان لابد لي من أن أقطعها بادئا من وضعي الحالي، قبل أن أصبح جديرا بنظرة عابرة ألقيها بنفسي على نفسي، فكم يلزمني لكي أحظى بنظرة من الآخرين؟ ليس هذا تواضعا بل غرورا، لو أنك تمعنت في الأمر جيدا. والآن لقد تسلمت رسالتك يا ميلينا، فكيف يمكنني أن أعبر عن الفارق؟ رجل يستلقي في القذارة والنتن الذي يفوح من فراش موته، وهنا يحضر ملاك الموت أجمل الملائكة جميعا ويتطلع إليه، فهل يجرؤ هذا الرجل عندئذ أن يموت؟ إنه يستدير إلى الناحية الأخرى من الفراش ويختبئ في فراشه أكثر، إنه عاجز عن الموت. باختصار أنا لا أصدق ما تقولينه يا ميلينا، ولا توجد أي وسيلة يمكنها أن تثبت لي ذلك، كما لم يتسنى لأي شخص أن يثبت ذلك لدوستويفسكي في تلك الليلة. وإن حياتي لتستمر ليلة واحدة، يمكنني أن أثبت ذلك لنفسي، ويخيل لي أنني قادر على ذلك بنفس الطريقة التي أتيح لك بها ذات مرة رؤية رجل جالس فوق المقعد الخشبي، إلا أنني لا أصدق ذلك عن نفسي. لقد كان ذلك السؤال لهذا خدعة غريبة، ولعلك قد تبينت هذا في الحال، كما يحدث أحيانا لمدرس الإرهاق ورغبته في الهدوء أن يسمح لنفسه بأن ينخدع بإجابة صحيحة من أحد التلاميذ، فيسمح لنفسه أن يقتنع بأن هذا التلميذ يفهم الموضوع حقا، بينما هذا التلميذ في الحقيقة يفهمه فقط من زاوية لا علاقة لها بالموضوع أصلا، ودون فهم كامل للموضوع نفسه دون شك. وليس للمرء أن يحاول شرح الموضوع شرحا كاملا لهذا التلميذ، لأن هذا وما يجب أن يطلع به المدرس وحده. لا يتم هذا مع ذلك بواسطة التشكي والنواح والتدليل والتوسل والأحلام. هل تسلمت رسالتين الأخيرتين 5 و 6؟
لعلك أن تتفحصيهما، فهما تنتميان إلى الكل. أقول إن الأمر لا يتم بأي وسيلة أخرى سوى ليبقى هذا الأمر معلقاً الآن. بالتطلع إلى رسالتك رأيت أنك أيضاً تذكرين الفتاة، لهذا ولكي لا أدع مجالاً للشك هنا أقول أنك قد أزديت إلى هذه الفتاة أكبر خدمة ممكنة بالإضافة إلى ألمك المؤقت، ولا يمكنني أن أفكر في أي وسيلة أخرى سوى هذه الوسيلة التي يمكنها أن تتحرر بها مني. إن لديها بالفعل إحساساً مريراً متشائماً، لكن ليست لديها القدرة على أن تفهم من أين يحصل المكان الذي بجواري، على دفئه، على اليسار، وإن لم يكن على يسارها. أذكر أننا كنا نجلس بجوار بعضنا البعض فوق الأريكة في شقة تتكون من حجرة واحدة في فراشوفاز، ولعل ذلك كان في شهر نوفمبر، وكانت الشقة لنا لمدة أسبوع. كانت سعيدة لعثورها على هذه الشقة بعد عناء بالغ، ولأن زوجها المقبل يجلس بجوارها. وأكرر قولي بأنني بصفة خاصة كنت أتعجل ذلك الزواج، وكانت هي قد استجابت فقط ولقد تملكها الخوف ثم قاومت، لكنها بالطبع روضت نفسها على الفكرة تدريجيا. عندما أفكر في هذا المشهد بكل تفاصيله مرات تفوق في عددها ضربات قلب المريض بالحمى، أعتقد عندئذ أنني قادر على فهم أي وهم بشري. في هذه الحالة كان الوهم وهمي أنا أيضا لعدة شهور، ولم يكن الأمر بالنسبة لي وهما فقط، بل كان أمرا من نوع آخر، كما أنه كان من الممكن أيضا أن يكون زواجا عقليا بالمعنى الصادق للكلمة. أقول أنني أعتقد أنني قادر على فهم أي وهم يمكن تخيله، وأخشى عندئذ أن أرفع كوب اللبن إلى فمي، ذلك أنه قد يرتطم بسهولة مباشرة تحت عيني لا مصادفة بل عمدا، وتتناثر شظاياه في وجهي. سؤال: مما يتألف اللوم الموجه إليك؟ نعم، لقد سببت أنا أيضا للناس شيئا من التعاسة في بعض الأحيان، لكنني أذكر تماما أنهم لم يوجهوا إلي لوما على شيء من هذا في نهاية الأمر، فقد ظلوا صامتين، بل أني أعتقد حتى أنهم لم يلوموني على شيء فيما بينهم وبين أنفسهم. أنني أتمتع بهذا الوضع الاستثنائي بين الناس، إلا أن هذا كله لا يهم إذا قورن بفكرة جاءتني مبكرا في هذا الصباح عندما غادرت الفراشة. ولقد استولت علي هذه الفكرة، حتى لقد اغتسلت وارتديت ملابسي دون أن أدري كيف فعلت ذلك، وربما كنت قد حلقت ذقني أيضا على نفس الصورة لو لم يزعجني أحد الزوار. إن الأمر هو ما يلي باختصار: لقد تركت زوجك لفترة قصيرة، وليس هذا شيئا جديدا بعد كل ما حدث من قبل. إن الأسباب هي مرضك وعصبيته، سوف يستفيد أيضا من هذا، ثم الأحوال التي تسود فيينا بالإضافة إلى ذلك. إلى أين تريدين أن تذهبي؟ هذا ما لست أدري. إن أفضل مكان تذهبين إليه قد يكون أحد الأماكن الهادئة في بوهيميا، ومن الأفضل أيضا ألا أتدخل أنا أو أبهر. أما المال اللازم لذلك فيمكنك مؤقتا، يمكننا أن نصل إلى اتفاق بخصوص ردة أن تحصلي عليه مني. أذكر فقط ميزة واحدة إضافية يمكنني أن أجنيها من وراء ذلك، هي أنني سأتحول إلى موظف ذاهل العقل منهمك في العمل. إن وظيفتي بالمناسبة هي وظيفة غريبة مضحكة وسهلة بصورة تدعو للأسف، سهلة سهولة لا يمكنك أن تتخيليها، ولست أدري لماذا يدفعون لي مرتبا. فلو لم يكفك المال الذي أزودك به من حين لآخر على مدى شهر، فليس عليك سوى أن ترفع المبلغ بإضافة الفارق المطلوب الذي لن يكون بالغا. لن أقول الآن شيئا أكثر من هذا مدحا في هذه الفكرة، لكن لديك فرصة لكي تبين لي بحكمك عليها إن كان لي أن أثق في أحكامك على أفكاري الأخرى أنني مقتنع بقيمة هذه الفكرة. المخلص لك، كافكا. الرسالة 13.
ليس من السهل مطلقاً الآن. بعد أن قرأت هذه الرسالة المزعجة بالغة الإزعاج في الحقيقة، أن أشكرك على السرور الذي جلبته لي بوصولها. اليوم إجازة ولم يصل البريد العادي بعد، ولا يمكنني أن أقطع بما إذا كان ثمة شيء سيصلني منك غدا الجمعة. وعلى هذا فثمة نوع من الصمت الذي يبعث على الضيق، على الرغم من أنه لم يكن صمتا حزينا على الإطلاق بقدر ما يسعك أن تدركي ذلك. لقد كنت في غاية القوة في رسالتك الأخيرة، حتى لقد رحت أرقبك كما لو كنت أرقب متسلقي الجبال من مكاني على مقعد الخشبي، لأرى إن كان في استطاعتي أن أميزهم هنالك في أعلى الجبل وسط الثلوج. ثم لقد وصلت رسالتك في النهاية قبل الغداء، كان في استطاعتي أن أتناولها في الحال، أنتزعها من جيبي وأضعها على المائدة، ثم أضعها ثانية في جيبي على نفس النحو الذي اعتادت الأيدي أن تسلكه في العبث بالرسائل. إن المرء يرقب الأيدي وهي تفعل ذلك ويعجب بما فيها من طفولة. طوال ذلك الوقت لم أكد أتعرف على الجنرال والمهندس اللذين كانا يجلسان في مواجهتي، شخصين مهذبين ودودين، ونادرا ما كنت أفهمهما. كما سأتناول الطعام الذي استأنفته اليوم ثانية، لم أتناول بالأمس شيئا من الطعام، فلا تزيدينني خوفا إذن. فمن الخداع الحسابية التي درستها بعد تناول وجبتي بدت لي المشاكل القصيرة أكثر وضوحا بالنسبة لي من الحلول الطويلة، والتي كان يتخللها رغم ذلك مشهدا من خلال النافذة المفتوحة. كان في مجال رؤيتي منظر أشجار الشربين والشمس والجبال والقرية، ومنظر عام لمدينة فيينا بالإضافة إلى هذا كله. لكنني قرأت الرسالة بعد ذلك بعناية، أعني أنني قرأت بعناية رسالة السبت، وسوف أؤجل قراءة رسالة الاثنين حتى تصلني رسالتك التالية. ثمة أشياء في تلك الرسالة لا أحتمل قراءتها بعناية، ويبدو واضحا أنني لم أشفى شفاء تاما. علاوة على ذلك فالرسالة أصبحت رسالة قديمة الآن بالفعل. أذكر طبقا لإحصاء قمت به أن ثمة رسائل خمسة في طريقها إليك حاليا، سوف تصل منها ثلاث على الأقل إلى يدك الآن. حتى لو حدث أن فقدت أحدى تلك الرسائل أو تأخرت الرسائل المسجلة، والآن لا يبقى أمامي بعد هذا سوى أن أطالبك بالرد علي هنا في الحال. مجرد كلمة واحدة تكفيني، لكنها يجب أن تكون تلك الكلمة التي تكسر حدة اللوم الذي تحفل به رسالة الاثنين وتعينني على قراءة تلك الرسالة. اتفق لي أن كنت خلال يوم الاثنين ذاك في نوبة صراع عقلي عنيف، وإن لم يصطبغ بصبغة يائسة. والآن الرسالة الأخرى، إلا أن الوقت متأخر الآن. ذلك أنني كنت قد قبلت بصورة نهائية بعد عدة وعود غير صريحة أن أذهب لزيارة المهندس وأن أتفرج على صور أطفاله، وهي صور كبيرة إلى حد لا يسهل معه إحضارها إلى هنا. إنه لا يكاد يزيد عني في العمر إلا قليلا، وهو بافاري صاحب ورشة مثقف جدا، إلا أنه مرح وحساس. أنجب خمسة أطفال، بقي اثنان منهم فقط على قيد الحياة، ومع ذلك فلن ينجب مزيدا من الأطفال بسبب زوجته. ويبلغ ابنه الآن 13 من عمره، وتبلغ ابنته 11. يا له من عالم، ومع ذلك أمكنه أن يحتفظ بتوازنه. لا، لا تقولي شيئا يا ميلينا ضد التوازن. المخلص لك فاء. هامش. سأكتب لك أكثر غدا، وقد أكتب لك مع ذلك بعد غد، وأرجوك ألا تكرهي مرة أخرى، لا تفعلي ذلك. قرأت رسالة يوم السبت مرة أخرى، فبدت لي أشد إزعاجا منها عندما قرأتها لأول مرة. يجب على المرء يا ميلينا أن يأخذ وجهك بين راحتي وينظر مباشرة في عينيك، لعلك تتعرفي على نفسك في عيني الآخر، فلا تقوين بعد تلك اللحظة حتى على مجرد التفكير في مثل تلك الأشياء التي كتبتها في رسالتك تلك. الرسالة 14، الجمعة.
متى يأتي في النهاية شخص ما فيقيم هذا العالم المقلوب رأسا على عقب. في أثناء النهار يتجول المرء ورأسه تكاد تحترق، ثم خرائب رائعة في كل مكان هنا في الجبال، ويحس المرء عند رؤيته لها بأن عليه أن يصبح هو أيضا في مثل روعتها. في الفراش مع ذلك يقتنص المرء بدلا من النوم أروع الأفكار. اليوم مثلا عنا لي بالإضافة إلى اقتراح الأمس أن بإمكانك قضاء الصيف في الريف مع صديقتك شتاشا التي كتبت لي عنها. سطرت أمس ملاحظة سخيفة أشرت فيها إلى أنه قد تنقضي بضعة شهور قبل أن تعجز إمكانياتي المالية عن الوفاء بالمطلوب. لقد كان هذا محض هراء، إن المال سيكفي دائما. إن رسالتي صباح الثلاثاء ومساء الثلاثاء قد أكدتا لي قيمة اقتراحي، وهو أمر لا يعد مصادفة عارضة، ذلك أن قيمة الاقتراح لابد من أن يؤكدها كل شيء، كل شيء على الإطلاق. فلو كان ثمة شيء من الخبث في ذلك الاقتراح، وأين هو المكان الذي يمكن أن لا يوجد فيه ذلك الحيوان الخبث الشنيع الذي يمكنه أن يجعل نفسه صغيرا غاية الصغر حتى لا تصعب رؤيته؟ متى راق له أن يفعل ذلك؟ عندئذ سأعيد النظر في الأمر، ويمكن أن يطمئن إلي في هذا زوجك نفسه. إنني ميال إلى المبالغة، ومع ذلك فيمكن الثقة بي. لم أرك مطلقا، لا الآن ولا فيما بعد، وسوف تعيشين أنت في ذلك الريف الذي تحبينه. إننا متشابهان في هذا، فالريف المنبسط غير المقفر تماما، الريف الذي يزدحم بالغابات والبحيرات هو ما أحبه غاية الحب. إنك تبخسين قدر رسائلك يا ميلينا. إن رسائل يوم الاثنين إنني مشغول بأمرك فحسب، وإنني لم أفرغ بعد من قراءة تلك الرسائل. لقد حاولت قراءتها هذا الصباح، لقد تحسنت رسائلك إلى حد ما. أحقا لقد أصبحت بالفعل شيئا أقرب إلى التاريخ بفعل اقتراحاتي، إلا أنني ما زلت عاجزا عن قراءة تلك الرسائل إلى نهايتها. أما رسالة يوم الثلاثاء فهي مثلها مثل تلك البطاقة البريدية الغريبة المكتوبة في أحد المقاهي. ليست لدي أي إجابة حتى الآن على اتهامك الذي يتناول موضوع فيرفل، وأخشى ألا أتمكن من الإجابة على أي شيء مما تنتظرين أن أجيبك عليه. إنك تجيدين الرد على نحو أفضل مني، وهو ما يطمئن له المرء. جعلتني رسالة الثلاثاء تلك هادئا هدوءا تاما وراضيا، على الرغم من ليلة قضيتها في أرق سببه رسالة يوم الاثنين. إن رسالة الثلاثاء لها بالطبع وخزتها هي أيضا، وهي وخزة تنفذ في الجسم، لكنك أنت من تنخسين تلك الوخزات. هذا بالطبع هو مجرد حقيقة لحظة، لحظة ترتعش بالسعادة والألم. فما هو الشيء الذي يصدر عنك ثم يصعب علي تحمله؟ إمضاء فاء. هامش المترجم. هنا يستخدم كافكا لأول مرة ضمير الشخص الثاني المفرد أنت في مخاطبة حبيبته بدون تكلف، لكنه سرعان ما يعود ثانية إلى استخدام ضمير الجمع، والذي يستخدم في صيغة التحفظ. الرسالة 15. لو واتتك الفرصة ولم تجدي في الأمر غضاضة، أرجوك أن تقولي كلمة رقيقة لفيرفل نيابة عني. ثمة أسئلة لسوء الحظ لم تجيبي عليها مع ذلك، مثلا تلك الأسئلة التي تتناول كتاباتك: لقد حلمت بك أخيرا مرة أخرى، ولقد كان حلما طويلا، إلا أنني لا أكاد أذكر منه شيئا. كنت في فيينا التي لا أذكر عنها شيئا، ثم وصلت بعد ذلك إلى براغ ونسيت عنوانك. لم أنسى اسم الشارع فحسب، بل لقد نسيت المدينة بأكملها أيضا، نسيت كل شيء. فقد طفى على سطح ذاكرتي على نحو ما اسم شرايبر، إلا أنني لم أدري ماذا يمكنني أن أفعل به، وعلى هذا فقد فقدتك نهائيا. وفي غمرة يأسي قمت بعديد من المحاولات الخبيثة التي لم أدري كيف لم تنجح على الرغم من خبثها في تحقيق أي شيء، ولم أعد أذكر من هذه المحاولات
سوى واحدة فقط. كتبت فوق أحد مظاريف الرسائل اسم لينا، وتحته أرجو أن تسلم هذه الرسالة إليها، وإلا فإن وزارة المالية سوف تتكبد خسائر فادحة. وبهذا التهديد كنت آمل أن تتحرك كل إمكانيات الحكومة للعثور عليك. الخبث، لا تسمحي لنفسك بأن تتهميني به لهذا، لقد كان ذلك في الحلم وحده. إنني لست شريرا إلى هذا الحد، سوى في الأحلام فقط. لقد أخرجت رسالة مرة أخرى من داخل المظروف، فثمة متسع لها غيره. أرجوك قولي مرة أخرى فحسب، لا تقوليها دائما، فلست أريد ذلك أيضا. قولي أنت دو فحسب عندما تخاطبينني مرة أخرى. إنني أقوم بشيء من قبيل الأحصاء، كتبت هذه الرسالة في يوم السبت، ووصلت يوم الثلاثاء ظهرا على الرغم من عطلة الأحد، واليوم الثلاثاء أنتزع من يد الخادمة ذلك الرباط البريدي البديع، وعلي أن أرحل يوم الاثنين وأتركها، أترك هذه الرسالة. إنك بالغة الطيبة لانزعاجك بشأني، أنت تنتظرين رسائل. نعم، في الأسبوع الماضي لم أكتب، انقضت بضعة أيام قلائل لم أكتب لك فيها، لكنني كتبت لك يوميا ابتداء من يوم السبت، وعلى هذا فسوف تصلك الآن ثلاث رسائل. عند مقارنتها بما سبقها من رسائل سوف تحمدين الفترة التي لم تصلك خلالها أي رسائل مني. ستتحققين من أن مخاوفك قد تحققت بصورة عامة، وأنني غاضب منك أيضا، وأن ثمة أشياء لا أحبها في رسائلك على وجه الخصوص، وأن القصاصات قد ضايقتني وهكذا. لا يا ميلينا، ليس لك أن تخشي شيئا من هذا كله، ذلك أن العكس هو ما سوف يجعلك ترتعدين. إنه لأمر بالغ الخطر أن يتسلم المرء رسالتك، وأن يكون عليها أن يرد عليها بعقلي المؤرق. لا يمكنني أن أفكر في شيء يصلح لكي أكتب لك فيه. إنني أتسكى فحسب هنا بين السطور تحت ضياء عينيك وتحت أنفاسك، كما لو كنت أتنزه في يوم سعيد صحو يظل صحوا وسعيدا، حتى عندما يكون الرأس متوعكا مرهقا، وعندما يكون على المرء أن يرحل يوم الاثنين عن طريق ميونخ. المخلص لك فاء. الرسالة 16. ها قد عدت جريا متقطعة الأنفاس إلى المنزل بسببي، لكن ألست مريضة؟ وهل لم يعد لي بعد أن أخاف عليك؟ إن هذه هي الحقيقة، إنني لم أعد أهتم بأمرك. لا، إنني أبالغ الآن كما سأبالغ فيما بعد، لكنه ذلك الاهتمام الذي كنت سأبديه نحوك لو أنك كنت هنا تحت إشرافي. أسقيك اللبن الذي أشربه، وأنعشك كما أحاول أن أنعش نفسي باستنشاق الهواء الذي يهب علي من الحديقة. لا، سوف يكون هذا قليلا جدا، أعني إنعاشك بصورة تفوق كثيرا إنتعاشي أنا. قد لا أغادر هذا المكان يوم الاثنين لعدة أسباب، ولعلني أغادره بعد ذلك بقليل. سوف أسافر مباشرة مع ذلك إلى براغ، فلقد سيروا أخيرا قطارا سريعا على خط بولسانو ميونخ براغ. إذا كنت ما تزالين ترغبين في أن تكتبي إلي بضعة سطور فيمكنك أن تفعلي ذلك، فهل لن تصلني هذه السطور؟ أظن أنها سوف تسبقني إلى براغ. فامضي قدما فالعناية بي. ف هامش، إن المرء بالغ الحمق حقا. إنني أقرأ كتابا عن التبت، وعندما بلغت وصف أحد المستعمرات التي تقوم بالقرب من حدود التبت في الجبال
أخذ قلبي فجأة يزداد ثقلا. إن هذه القرية تبدو لي مقفرة بصورة موحشة للغاية، وهي على هذا البعد من فيينا. إنما أراه حمقا هو فكرة أن تبت بعيدة عن فيينا، فهل ستكون بعيدة حقا؟ الرسالة 17، الخميس. ها أنت ترين يا ميلينا أنني أستلقي فوق المقعد الخشبي في الصباح عاريا، نصفي في الشمس ونصفي الآخر في الظل، بعد ليلة مؤرقة بطولها تقريبا. وكيف يتسنى لي أن أنام وأنا الخفيف كالريشة بالنسبة للنوم، أدور حولك باستمرار. وطالما كنت خائفا تماما كما كتبت أنت اليوم، خائفا حقا من ذلك الذي سقط في طوقي، خائفا نفس الخوف الذي سمعناه عن الأنبياء الذين كانوا أطفالا ضعفاء خائفين فعلا، وأن يكون خوفهم هذا ما يزال في بدايته، حين سمعوا صوتا يناديهم فخافوا وشقوا عصا الطاعة ودقوا أقدامهم في الأرض، وأحسوا لحظتها بخوف يطير له العقل شعاعاً. لابد أنهم قد سمعوا بلا شك أصواتا من قبل، لكنهم لم يفهموا كيف تأتى لهذه الرهبة أن تصدر عن هذا النداء بالذات. فهل كان ضعف آذانهم أو كانت قوة الصوت هي السبب؟ كما أنهم لم يدركوا، لأنهم كانوا أطفالا، أن ذلك الصوت كان قد ساد بالفعل، وأكد وجوده بذلك النذير السابق نفسه الذي أحسه عند سماعه، والذي لم يثبت بعد حدوثه مع ذلك أي شيء يتعلق بأمر نبوتهم. ذلك أن الكثيرين قد سمعوا ذلك الصوت، لكن جدارتهم بسماعه هو أمر يكتنفه الشك. فلكي يلزم المرء جانب الأمان، من الأفضل له أن ينكره بشدة مقدما. هذه إذن هي حالتي وأنا مستلق هنا عندما وصلتني رسائلك. ثمة صفة غريبة أظن أننا كلانا نشترك فيها يا ميلينا، ذلك أننا في غاية الخجل والقلق، وتختلف كل رسالة من رسائلنا عن الأخرى على نحو ما، وترتعد كل رسالة عن الرسالة التي تليها، وترتعد أكثر من الرد. إنك لست كذلك بطبيعتك، من السهل أن يدرك المرء ذلك، وأنا ربما كنت أنا أيضا مخالفا لذلك بطبيعتي، إلا أن ذلك قد أصبح على الأغلب هو طبيعتي الثانية بالفعل. إن حالتي هذه تختفي فقط عندما ينتابني اليأس، وأحيانا عندما ينتابني الغضب، ولا حاجة بي إلى أن أقول أنها تزايلني عندما أشعر بالخوف. ينتابني أحيانا إحساس بأننا كلانا في حجرة واحدة لها بابان متقابلان، وكل منا يقبض على مقبض أحد البابين، وما أن يطرف جفن أحدنا حتى يكون الآخر خارج الباب الذي يمسك بمقبضه، عندئذ لا يكون على الأول سوى أن ينطق بكلمة حتى يكون الآخر قد أغلق الباب خلفه، فلا تصبح رؤيته ممكنة. إنه سيفتح الباب ثانية بلا شك، لأنها حجرة قد لا يتسنى للمرء أن يغادرها، فلو لم يكن الأول يشبه الثاني إلى هذا الحد، لو أنه كان هادئا، أو لو أنه فقط تعمد ألا ينظر إلى الآخر، لو أمكنه بتؤدة أن يشرع في ترتيب الحجرة كما لو كانت مجرد حجرة كغيرها من الحجرات، لكنه بدلا من أن يفعل ذلك فعل ببابه نفس ما فعله الآخر تماما، حتى أن كلاهما قد يكونان أحيانا خارج البابين، بينما تبقى الحجرة البديعة خالية. عن مثل هذه الحالة ينتج الكثير من سوء التفاهم المؤلم. تشكينا يا ميلينا من بعض الرسائل التي نفضتها جيدا فلم يسقط منها شيء، إلا أنها ما لم أكن مخطئا هي تلك الرسائل التي أحسست عند كتابتها أنني قريب منك غاية القرب، وأن دمائي تألفك وتحاول أن تروض دمائك. إنها تلك الرسائل التي أحسست بنفسي فيها أغوص في أعماق الغابة، وأحسست فيها بغاية الراحة في ارتياحي،
حتى أن المرأة لا يريد في الحقيقة أن يقول شيئاً سوى أن هناك في الأعالي خلال قمم الأشجار يمكنه رؤية السماء، وهذا هو كل شيء. وطوال ساعة يظل المرء يردد نفس الشيء، ولا يوجد في هذا كله حقا كلمة واحدة لم يتدبرها المرء تمام التدبر، غير أن ذلك لم يدم طويلا مع ذلك، دقيقة على الأغلب. وسرعان ما ارتفعت ثانية أصوات طبول الليل الساهر. يجب أن تتدبري أنت أيضا يا ميلينا نوع الشخص الذي خطى نحوك. إن رحلة 38 عاما تستلقي خلفه، ولما كنت يهوديا فإن رحلة في حقيقتها أطول بالفعل من ذلك. فلو أنني عند منعطف عارض تبدى لي في طريقي قد رأيتك. أنت التي لم أتوقع أن أراك مطلقا، وأن تجيء رؤيتي لك فوق ذلك متأخرة إلى هذا الحد. عندئذ لا يمكنني يا ميلينا أن أصيح ملوحا لك، ولا أن يهتف لك شيء في داخلي، ولا أن أقول آلاف الأشياء الحمقاء التي لا أجد لدي شيئا منها، وأحذف الحماقات الأخرى التي أحس أن لدي منها ما يزيد عن حاجتي. أما عن حقيقة أنني راكع، فلعلني لم أكتشف تلك الحقيقة إلا من خلال رؤيتي لقدميك أمام عيني مباشرة فحسب، بل ومن تطويقي لهما بذراعي. ولا تطالبينني بشيء من الإخلاص يا ميلينا، فلا أحد يمكنه أن يطالبني بالإخلاص أكثر مما أطالب به نفسي، إلا أن أشياء كثيرة قد أفلتت مني، إنني واثق من ذلك. ولعل كل شيء يراوغني، غير أن التشجيع في هذه المطاردة لا يدفعني، بل على العكس، فلعلني لا أستطيع عندئذ أن أخطو خطوة واحدة، فكل شيء يصبح لا حين فجأة مجرد كذبة، ويحاصر الصيد الصياد. إنني أسير على مثل ذلك الطريق المحفوف بالمخاطر يا ميلينا. إنك تقفين في ثبات بالقرب من أحد الأشجار، صغيرة وجميلة، وعيناك بتألقهما تقهران العالم الذي يعاني الآلام. إننا نلعب لعبة الاستخفاء، فأنا أزحف من شجرة إلى أخرى في الظلال. إنني أسير في طريقي، وتنادينني أنت، وتنبهينني إلى الأخطار، وتحاولين أن تبثي الشجاعة في نفسي. أنا المجدوه لخطوة المتعثرة، تذكرينني أنا بخطورة اللعبة، غير أنني لم أستطع أن ألعبها، سقطت، وأنا ذا الآن مستلقٍ على الأرض. لا يمكنني أن أستمع في وقت ما إلى ذلك الصوت المزعج الذي يرتفع من أعماقي وأن أستمع إليك، غير أنه يمكنني أن أستمع إلى الصوت الأول وأن أستودعه لديك دون أي كائن آخر سواك في هذه الدنيا. المخلص لك فاء. الرسالة 18 الأحد. هذه المحاضرة التي تشغل صفحتي رسالتك يا ميلينا تنبعث من أعماق القلب الجريح. لقد جرحني ذلك، أليس هذا ما كتبته؟ ولقد فعلت أنا ذلك حقا، لقد جرحتك، ولقد بدا ذلك أمرا بالغ البراءة ومدعاة للفخر، وكأنه لم يكن القلب وقد جرح، بل قطعة من الصلب قد طرقها المرء. يتطلب ذلك من المرء سلوكا واضحا، ويسيء تأويل قصده كذلك. ذلك أن السخفاء الذين يحسبون علي يحسبون عليك أيضا. ولأوجه عندئذ هذا السؤال، متى حدث أن تدخلت بينكما؟ أين هو الحكم؟ وكيف يتسنى لي أن أكون لنفسي هذه الفكرة الخسيسة؟ ومن أنا حتى أدين الغير؟ أنا الشخص الذي أبدو في أي مجال يتطلب أن أكون واقعيا، كالزواج، العمل، الشجاعة، التضحية، النقاء، الحرية، الاكتفاء الذاتي، الصدق. أبدو في صورة أدنى بكثير في أي من هذه الأمور بالقياس إليكما، حتى أن مجرد الحديث في ذلك يصيبني بالسأم. ومتى حدث أن تجرأت أنا على تقديم المساعدة الفعالة؟ وإذا كنت قد تجرأت، فهل كنت لأقدم هذه المساعدة؟
أسئلة وفيرة. كانت مستغرقة في النوم في العالم السفلي، فما الذي توسل إليها بالخروج إلى ضوء النهار؟ إنها أسئلة قاتمة وحزينة، وتجعل المرء مكتئبا وحزينا كذلك. لا تقول لي أن ساعتين من الحياة تزيدان قطعا عن صفحتين من الكتابة. إن الكتابة أفقر ولكنها أوضح. على هذا فقد أسيء تفسير قصدي. لا يهم، إن المحاضرة قد ألقيت علي وأنا لست بريئا. إنني لست بريئا بما يكفي، وهو ما يبدو لي أمرا بالغ الغرابة، أساسا لأنه كان يجب رد على الأسئلة السابقة بلا وأبدا. ثم تأتيني برقيتك العذبة عزاء يعينني على مواجهة الليل، ذلك العدو العتيد. فلو لم تكن برقيتك بالعزاء الذي يفي تماما بحاجتي، فلا شك أن ذلك ليس خطائك، لكنها قسوة الليل. فهذه الليالي القصيرة الدنيوية تبث عميقا في نفس المرء بذور الخوف من الليل الأبدي. وما أن الرسالة تحمل إلي عزاء بالغا ورائعا، إلا أنها رسالة فريدة مفعمة غضبا ينتشر في ثنايا صفحتيها، غير أن البرقية مع ذلك تبدو على العكس من تلك الرسالة، ولا يبدو عليها أنها تدري شيئا عن طبيعة الرسالة. غير أنني يمكنني أن أقول هذا يا ميلينا عن البرقية، لو أنني دون اعتبار لأي شيء آخر قد حضرت إلى فيينا وألقيت أنت تلك المحاضرة علي، تلك المحاضرة التي كما قلت الآن لتوي لا تتجاوزني، بل تلكزني عمدا بقوة، وإن لم يكن ذلك بصورة مباشرة وجها لوجه. ولقد كانت تلك المحاضرة ستوجه إلي بصورة ما، وإن لم تكن في صورة كلمات فلقد كانت ستوجه إلي في صورة أفكار تشي بها نظرة أو رمشة جفن، أو تضمينها في ثنايا حديث آخر. عندئذ كنت سأنطر على وجهي أرضا، ولم يكن ليوقفني ثانية على قدمي أي مجهود من جانبك تبذلينه في تمريضي. فلو لم يحدث ذلك على هذا النحو فلست أشك في أنه كان سيحدث بصورة أخرى أشد سوءا. هل تفهمين يا ميلينا؟ المخلص لك فاء. الرسالة 19. ماذا عن خبرتك بالطبيعة البشرية يا ميلينا؟ لقد انتابني الشك بالفعل في خبرتك بها عددا من المرات. عندما كتبت عن فارفل مثلا، فعلى الرغم من الحب الذي يتبدى فيما كتبته، ولعل ما كتبته عنه لم ينطوي على شيء غير الحب، إلا أن ما كتبته لم يكن صحيحا مع ذلك. فلو تجاهل المرء تجاهلا تاما جوهر شخصية فارفل، وراح يعزف فقط على وتر وحيد وهو التعريض ببدانته، التي تبدو لي بالمناسبة مسألة لا مبرر للتعرض لها على الإطلاق، على أن فارفل يزداد فيما أرى جمالا وظرفا من عام إلى عام. وإن كنت في الحقيقة لا أكاد أرى إلا رؤية عابرة. ألا تعلمين أن البدناء من الناس هم وحدهم أهل الثقة؟ في هذه الأوعية سميكة الجدران وحدها يتسنى لكل شيء أن ينضج نضجا تاما. وهل تعلمين أن هؤلاء الرأسماليين الذين يشغلون أكبر حيز من الفراغ محصنون غاية الحصانة المتاحة للبشر ضد الخوف والجنون، وأنهم قادرون على أن يمضوا بهدوء في أعمالهم، وأنهم هم وحدهم كما قيل ذات مرة هم النافعون في أنحاء العالم كله باعتبارهم مواطنين عالميين؟ فهم يدفئون في الشمال ويلقون ظلا عريضا في الجنوب. من الممكن أن يعكس المرء هذا القول بالطبع، إلا أنه لا يصبح قولا حقيقيا عندئذ. أما بالنسبة لليهود، أنت تسألينني عما إذا كنت يهوديا، ربما كان هذا السؤال
مجرد مزحة فحسب، وربما كنت تسألينني فقط عما إذا كنت أنتمي إلى أولئك اليهود القلقين. لا يمكنك على أي حال باعتبارك مواطنة من براغا أن تكوني في مثل سذاجة ماتيلدا زوجة هاينز في هذا الصدد، ولعلك لا تعرفين القصة. يبدو لي أن هناك بعض الأمور الهامة علي أن أقصها عليك، ولا شك أيضا في أنني سأؤذي نفسي على نحو ما، لا بالقصة بل بمجرد سردها. غير أنك تستحقين على الرغم من كل شيء أن تستمعي مني مرة إلى شيء جدير بالسماع. هذه القصة يحكيها مايزنر، وهو شاعر بوهيمي ألماني وهو ليس يهوديا، يحكيها في سيرته الذاتية. فلقد اعتادت ماتيلدا أن تضايقه بهجومها على الألمان، فقد قالت إن الألمان هم قوم خبثاء صلفون متعصبون لجنسهم وتثيرهم توافه الأمور، وأنهم فضوليون، وأنهم باختصار أمة لا تطاق. حتى قال لها مايزنر أخيرا ذات مرة: ولكنك لا تعرفين الألمان مطلقا، فهنري زوجك لا يختلط على أي حال سوى بالصحفيين الألمان وحدهم، وهم هنا في باريس جميعا من اليهود. فأجابته ماتيلدا قائلة: أوه إنك تبالغ، فربما كان بينهم يهودي هنا أو يهودي هناك، سافرت مثلا. قال مايزنر: لا، إنه الوحيد غير اليهودي بينهم. فقالت ماتيلدا: ماذا؟ هل تعني بقولك هذا أن يتليس مثلا وهو رجل طويل أشقر قوي البنية يهودي؟ قال مايزنر: بالطبع إنه كذلك، لكن ماذا عن بامبرغر؟ هو يهودي أيضا، قال لها. وأرنشتين؟ سألته. وأرنشتين كذلك. وهكذا راحا يعددان جميع معارفهم. وأخيرا استاءت ماتيلدا وقالت: إنك تحاول أن تغيظني، ولعلك ستنتهي أيضا إلى أن كون، وهو اسم لشخص يهودي، غير أن كون في نهاية الأمر هو اسم ابن عم هنري، وهنري لوثري كما تعلم. عند هذا لم يجد مايزنر شيئا ليقوله. وعلى أي حال لا يبدو أنك تتوجسين خيفة من اليهود. إننا لو نظرنا إلى الجيل الأخير أو الجيل الأخير والوحيد من اليهود في مدننا، لبدا لنا الاختلاط بهم ضربا من البطولة. ولندع المزاح جانبا، لو أن فتاة بريئة قد قالت لذويها إني راحلة ورحلت لتختلط بهؤلاء، لكان الأمر عندئذ شيئا أخطر من رحيل جون دارك من قريتها. قد تلومين اليهود على قلقهم البالغ، غير أن مثل هذا اللوم العام إنما يكشف عن معرفة نظرية أكثر منها عملية بالطبيعة البشرية، معرفة نظرية أكثر. ذلك أن هذا اللوم على أي حال لا يناسب زوجك على الإطلاق بناء على وصفك السابق، وثانيا لأنني لا أراه لخبرتي منطبقا على معظم اليهود، وثالثا لأن مثل هذا اللوم ينطبق فحسب على الأفراد المنعزلين، غير أن هؤلاء أشد حدة مثلي شخصيا. إن أغرب شيء هو أن ذلك اللوم هو لوم لم يصادف محله بصفة عامة. إن وضع اليهود المهدد ذلك الشعور بعدم الأمان الذي ينبعث من داخلهم، وشعورهم بعدم الأمان وسط الآخرين يوضح جيدا وقبل كل شيء ما يقوم في نفوسهم بأنه ليس لهم أن يمتلكوا سوى ما يقع في أيديهم أو ما يقبضون عليه بأسنانهم. ذلك الشيء الذي تقع أيديهم عليه أو تنطبق عليه أسنانهم، والذي يتحدث فضلا عن ذلك في صورة ملكيات صريحة، وما يعطيهم وحده الحق في الحياة، بالإضافة إلى شعورهم بأنهم لن يحصلوا مرة أخرى أبدا على ما يفقدونه ذات مرة. ذلك أن ما يفقدونه يسبح بدلا من عودته إليهم مبتعدا عنهم إلى الأبد. إن اليهود من جوانب عدة بعيدة الاحتمال مهددون بالأخطار، أو لنقل حتى نكون أكثر دقة ولنترك الأخطار جانبا ونقول أنهم مهددون بالتهديدات. ثمة مثال يتصل بك على نحو غير مباشر، كنت قد انتويت بالفعل ألا أتحدث عنه في وقت لم أكن قد عرفتك فيه معرفة كافية، غير أنني لا أجد ما يثقل ضميري لذكره لك، لأنه لن يحيطك علما بجديد، وإن كان سيوضح لك حب الأقارب، وإن كنت لن أذكر الأسماء والتفاصيل طالما أنني لا أعرفها. كان من المفروض أن أختي الصغرى ستتزوج شخصا تشيكيا مسيحيا، وعندما أخبر ذلك الشخص إحدى قريباتك ذات مرة بأنه ينوي الزواج من يهودية قالت: كل شيء إلا هذا، كل شيء إلا الاختلاط باليهود. فتصوري هذا يا ميلينتنا. إلى أين تراني أحاول أن أقودك بهذا كله؟
لقد ضللت طريقي إلى حد ما. لأن هذا لا يهم، ذلك أنك ربما كنت تتعقبينني، وعلى ذلك فقد ضل كلانا الآن. إن جمال ترجمتك يكمن فحسب في صدقها. انهريني ما دمت صادقة في هذا، في وصاك أن تفعلي أي شيء، غير أن أفضل ما يمكنك أن تفعلي ربما كان هو التعنيف الذي توجهينه إلي. يساعدني أن أكون تلميذك وأن أرتكب الأخطاء طوال الوقت، فقط لمجرد أن تعنفينني طوال الوقت. إن المرء لا يجلس في مقعد الدراسة ولا يكاد يجرؤ على التطلع إلى أعلى، فتنحنين أنت علي ويتألق طرف إصبعك الذي ترفعين به احتجاجاتك. هل هذا صحيح؟ حسن أن يكون هذا هو الصدق، وأن يكون لدي أحساس باقتيادك من يدك خلفي بطول الممرات الأرضية المظلمة المنخفضة الكئيبة، ممرات القصة التي لا نهاية لها على الأغلب. وهذا هو السبب في أن العبارات عبارات طويلة لا نهاية لها. ألم تلاحظي ذلك؟ تلك الممرات التي لا نهاية لها غالبا. هل قلت شهرين فقط؟ الرسالة 20. أرجو أن تكتب العنوان بوضوح أكثر قليلا، فما أن تصبح رسائلك في داخل مظاريفها حتى تصبح عندئذ ملكا لي على الفور. وعليك أن تتناولي ممتلكات الغير بعناية أكثر، بشعور أكثر بالمسؤولية هكذا. ولدي أيضا انطباع ما، دون أن تكون لدي القدرة الكافية لتحديده، انطباع بأن رسالة لي قد فقدت. قلق اليهود، وهو بديل عن خوفي من أن تكون الرسائل قد وصلتني بسلام. والآن سأقول شيئا آخر أحمق في نفس الصدد، شيئا أحمق ذلك لأنني بسبيلي إلى أن أقول شيئا أعتبره صحيحا بصرف النظر عن حقيقة أنه سيسبب لي ضررا ما. وما تزال ملينا عندئذ تتحدث عن القلق وتلطمني على صدري لطمة، أو تسألني ما الذي يجعل الصوت والإيقاع مترابطا إلى هذا الحد، موحيا بنفس معناه في اللغة التشيكية ستاز زيد، أو هل أنت يهودي؟ ألا تلاحظين كيف تتراجع قبضة اليد في كلمة ستا؟ تتراجع لكي تتجمع قوة عضلاتها، ثم في الزد تهوي اللطمة الخاطفة المنتعشة التي لا تخطئ هدفها. هذه هي الآثار الجانبية التي توحي بها اللغة التشيكية للأذن الألمانية. لقد سألتني ذات مرة على سبيل المثال كيف أمكنني أن أجعل إقامتي هنا تعتمد على استلام رسالة، ورددت على نفسك في الحال بقولك لست أدري. نيخابو كلمة غريبة في اللغة التشيكية، ويتبدو أكثر من ذلك غرابة عندما تصدر عن فمك. إنها كلمة بالغة القسوة والجمود، كلمة جافة عديمة الرحمة، وشبيهة فوق هذا كله بكسارة البندق، فالفكين يصران فوق بعضهما 3 مرات في أثناء نطقها. أو إن شئنا الدقة فإن المقطع الأول منها ني يبدو وكأنه محاولة للإمساك بالبندقة، مجرد الإمساك بها فقط. ثم يفتح المقطع الثاني من تلك الكلمة خا الفم على اتساعها، فتدخل البندقة في داخله عندئذ، ويكسرها المقطع الثالث في النهاية بو. ألا تسمعين صرير الأسنان؟ ربما كانت المقاطع 3 في هذه الكلمة تشير أيضا إلى الحركات 3 التي يأتيها الحواريون فوق ساعة براغ: الوصول، إثبات وجودهم، ثم الرحيل الغاضب، ثم يأتي إغلاق الشفتين بعد هذا كله في النهاية، تلك الحركة التي تمنع الآخر من أن يحاول القيام بأدنى اعتراض يحاول به تفسير الأمر، وهو ما يجب حدوثه بالفعل لو كان الآخر مثلا لا يفعل سوى الثرثرة كما أفعل أنا الآن. عندئذ يعتذر الثرثار قائلا مرة أخرى إن المرء على أي حال لا يثرثر إلا عندما يشعر مرة بشيء من السعادة. بالمناسبة لم تصلني منك اليوم الرسالة، وما أردت أن أقوله في الحقيقة بعد هذا كله لم أقله لك بعد، ربما قلته لك في فرصة أخرى. يسرني كثيرا جدا أن أتلقى منك شيئا غدا، ذلك أن الكلمات الأخيرة التي سمعتها منك قبل صفق الباب، إن صفق الأبواب أمر بالغ الفظاعة في كل الأحوال، كانت كلمات مزعجة. المخلص لك فاء.
الرسالة 21. الاثنين. والآن ها هو التفسير الذي وعدتك به بالأمس. إنني لا أريد أن ساعديني يا ميلينا، وحاولي أن تفهمي أكثر مما أقوله. لست أريد أن، ليس هذا ترددا، أن أحضر إلى فيينا، ذلك أنني لا أحتمل الجهد العقلي. إنني مريض عقليا، وإن مرض الرئة ليس سوى فيضان مرضي العقلي. إنني مريض على هذا النحو منذ السنوات الأربع أو الخمس التي انقضت في محاولة الأوليتين للخطبة. في البداية لم أستطع أن أفسر لنفسي بهجة رسالتك الأخيرة، ثم أدركت تفسير ذلك فيما بعد، وإن ظللت أتجاهله فأنت على أي حال شابة صغيرة للغاية. لعلك لم تبلغي بعد 25 من عمرك، وربما كنت في 23 بينما أنا في 37 من عمري، أو أكاد أكمل 38 على وجه الدقة، أي أنني أكبرك بجيل تقريبا. وقد ابيض شعري بفعل الليالي الماضية وآلام الصداع. لن أعرض عليك قصتي الطويلة بغاباتها المتكاثفة من التفاصيل، تلك التفاصيل التي ما أزال أخافها كطفل، وإن لم تكن لدي قدرة الطفل على النسيان. إنما آلت إليه محاولات خطوبة الثلاثة بصفة عامة لا يعني سوى أنني كنت مخطئا في كل شيء. لا شك في أنني كنت مخطئا غاية الخطأ. لقد تسببت في تعاسة الفتاة في كلتا المرتين. إنني أتحدث الآن فقط عن الأولى، فلا يسعني الحديث عن الثانية، فهي فتاة بالغة الحساسية، حتى أن أي كلمة وإن كانت أرق الكلمات قد تكون من أقصى الإساءات التي توجه إليها، وهو شيء أفهمه حق الفهم، ولأنه لولاها وحدها بالفعل. تلك الفتاة التي لو كانت قد لمست شيئا من الإصرار من جانبي لكانت قد ضحت بنفسها. ما تسنى لأن أذوق طعم السعادة المتصلة، ولا عرفت الهدوء أو التصميم، وقد تلاشت قدرتي على مواجهة الزواج، على الرغم من أنني كنت قد أكدت لها تكرارا ومن تلقاء نفسي عزمي على الزواج، على الرغم من أنني أحببتها أحيانا حبا عنيفا متهورا، وعلى الرغم من أنني لم أعرف وقتها شيئا أحب إلي من فكرة الزواج في حد ذاتها. ولقد أنفقت 5 سنوات أطرق تلك الفتاة بمطرقتي، أو أطرق نفسي إذا شئت. حسنا، كانت لحسن الحظ فتاة يهودية بروسية المولد غير قابلة للكسر، كانت خليطا قويا لا يقهر، بينما لم أكن أنا ذلك الشخص القادر على رفع المطرقة، على أنها على أي حال لم يكن أمامها سوى أن تعاني فحسب، بينما كنت أنا أهوي عليها بمطرقتي وأعاني. كفى، لا يمكنني أن أكتب أكثر من هذا ولا أن أشرح أكثر من هذا. على الرغم من أنني قد بدأت فحسب، على الرغم من أنني سأشخص المرض العقلي وسوف أذكر أسبابا أخرى لعدم حضوري، لقد وصلتني برقية تقول مكان اللقاء كارلس بعد في 8 من الشهر، أرجو أن تتصل برسالة. أعترف بأنني قد صدمت عندما فضضت هذه البرقية. مكان اللقاء كارلس بعد في 8 من الشهر، أرجو أن تتصل برسالة. أعترف بأنني قد صدمت عندما فضضت هذه البرقية صدمة شديدة، على الرغم من أن من كان يختفي خلف تلك البرقية كانت أكثر المخلوقات تنزها عن الأنانية، وأكثرهم هدوءا وأكثرهم تواضعا، على الرغم من أن ذلك كله هو ما كنت أريده. لا يمكنني أن أوضح ذلك الآن، ذلك لأنني لا يمكنني أن أشير إلى تشخيص المرض، غير أنه من المؤكد تماما في هذه اللحظة أنني سأرحل من هنا يوم الاثنين. إنني أتطلع إلى البرقية من وقت لآخر، ولا يمكنني أن أقرأها سوى بصعوبة بالغة، كما لو كان ثمة سر يكمن تحت كلماتها، سر يدفع الكلمات إلى السطح لتتضح من تحتها الكلمات الحقيقية التي تضمنتها البرقية. ارحل عن طريق فيينا، أمر صريح، لكن بدون ذلك الرعب الذي تتركه الأوامر في النفس عادة،
لن أفعل ذلك، وإن لم يبدو لي أي معنى من الناحية العملية لاتخاذ الطريق الطويل عن طريق لانسا، ثم الطريق الأطول منها عن طريق فيينا، بدلا من الطريق القصير الذي يمر بميونخ. إنني أجري اختبارا ما، فثمة عصفور في الشرفة يتوقع أن أقذف إليه ببعض فتات الخبز من على المائدة. توقف الطائر خارج الحجرة وراح يتطلع من هناك إلى الطعام في العتمة. إن التوتر يستولي علي، إنه يتواجد هنا أكثر مما يتواجد في مكانه من الشرفة، لكن هنا الظلام وبجانب الخبز أوجد أنا، تلك القوة الغامضة. على أنه قفز مع ذلك إلى العتبة قفزات قليلة أخرى عليه أن يقفزها، إلا أنه لم يجرؤ على أن يتقدم أكثر من ذلك، وفي خوف مفاجئ طار بعيدا. لكن أي الطاقة تلك التي تدفع ذلك الطائر متواضع التركيب؟ ذلك أنه لم يلبث أن عاد ثانية بعد فترة قصيرة وراح يتفحص الموقف. ونثرت أنا بعضا من فتات الخبز حتى أسهل عليه محاولته في الحصول عليه، على أنني لو لم أطارده سواء كنت فعلت ذلك عن عمد أو بغير عمد، وهذه هي كيفية عمل القوى الغامضة بحركة مفاجئة، لكان قد حصل على الخبز. الحقيقة أن عطلتي تنتهي في نهاية يونيو، غير أنني أحب كمرحلة انتقال أن الجو يزداد حرارة هنا، وهو أمر لن يضايقني كثيرا في حد ذاته أن أقضي بعضا من الوقت في مكان ما غير هذا المكان في الريف. وتريد هي أن ترحل أيضا، وكان المفروض أن نلتقي هناك الآن. سأبقى بضعة أيام من قلائل، وقد أبقى بضعة أيام من قلائل أخرى في كونستانتين بعد بصحبة والدي، ثم بعد ذلك أذهب إلى براغا. عندما تمر ببالي تلك الرحلات ثم أفكر في حالة العقلية، أشعر عندما أعقد مقارنة بينهما بنفس ما قد يشعر به نابليون لو أنه وهو يعد خططه لحملتي على روسيا قد أتيح له أن يعلم مقدما بالنتائج الخاسرة لتلك الحملة في لحظة أعداده لها. عندما وصلتني رسالتك الأولى منذ فترة قصيرة، وأظن أن ذلك كان قبل موعد الزفاف المحدد مباشرة، ذلك الزفاف الذي كنت أنا نفسي قد قمت بالفعل بكل ترتيباته، فقد سررت لوصول تلك الرسالة منك وأطلعتها عليها. وفيما بعد لا، لن أمضي في ذلك، ولن أمزق رسالتي هذه أيضا مرة أخرى. يبدو أن لنا بعض الطباع المشتركة، فيما عدا أنني لا أجد موقدا في متناول يدي، وأنني أخشى أن أكون، فثمة دلالة على ذلك أو دلالتين، أن أكون قد أرسلت في أحد المرات إلى الفتاة ردا على أحد رسائلها، رسالة كتبتها على ظهر أحد رسائلي تلك التي لم تتم ولم أرسلها إليك. على أن هذا كله لا يهم، فلم يكن يسعني أن أحضر إلى فيينا حتى ولو لم تصلني برقية، على العكس لقد حفزتني البرقية على القيام بالرحلة. من المؤكد أنني لن أحضر، غير أنني من ناحية أخرى ولن يحدث هذا، قد أجدني لدهشة البالغة في فيينا، عندئذ لن أكون في حاجة لا إلى الإفطار ولا إلى العشاء، بل سأجدني في حاجة إلى محفة أستلقي فوقها بعضا من الوقت. وداعا، لن يمر هذا الأسبوع هنا في سلام. المخلص لك فاء. هامش، لو رغبت في أن تكتبي إلي شيئا فاكتبي لي على العنوان التالي، كارلسباد شباك البريد. لا، لا تكتبي شيئا حتى أصل براغا. ما هو نوع تلك المدارس الهائلة التي تقومين بالتدريس فيها؟ هل تضم 200 من الطلبة أم تراها تضم 50 طالبا؟ بودي أن أجد لنفسي مقعدا بجوار أحد النوافذ في الصف الأخير لمدة ساعة، أرفض بعدها أي لقاء معك، ذلك اللقاء الذي لن يتم بحال من الأحوال، وأرفض جميع الرحلات وكفى. إن هذه الورقة البيضاء التي لا تبدو لها نهاية تخطف عيني المرأة، وهذا هو السبب في انسياق المرأة في الكتابة. كان ذلك في الظهيرة على حين تقترب الساعة الآن من 11 مساء. لقد رتبت كل شيء على النحو الوحيد الممكن في هذه اللحظة. لقد أبرقت إلى براغ بأنني لن أتمكن من الحضور إلى كارلسباد، وسوف أوضح ذلك في شيء من التضارب.
هو غاية في الصراحة من ناحية، وإن لم يبدو لائقا من ناحية أخرى، وكنت قد قررت الذهاب في البداية بسبب حالتي هذه إلى كارلسباد. هذا هو أسلوبي في التعامل مع كائن إنساني حي، إلا أنني لا أستطيع أن أتمالك نفسي، ذلك أنني لا يمكنني في كارلسباد أن أتحدث ولا أن أبقى صامتا، أو أنني على نحو أكثر دقة سوف أتكلم. على أي حال، حينما أكون صامتا ذلك أنني لست الآن سوى كلمة وحيدة. على أنني لا أريد على الرغم من ذلك أن أرحل عن طريق فيينا، بل عن طريق ميونخ يوم الاثنين. إلى أين؟ لست أدري. إلى كارلسباد، مارينباد، وحيدا على أي حال. وسوف أكتب لك، وربما تلقيت رسائلك خلال 3 أسابيع، فبراك فقط. الرسالة 12، السبت. إنني أسائل نفسي إذا كنت قد فهمت أن ردي عليك كان مقدرا له أن يكون كما اتفق له، نظرا لحالة العقلية في صورتها العامة. نعم، لقد كان ردي غاية في الرقة، وكان غاية في المراوغة، وكان متألقا غاية التألق بعد هذا كله. إنني أسأل نفسي طوال الوقت نهارا وليلا هذا السؤال، مرتعدا أمام ردك. أسأل نفسي عبثا هذا السؤال، كما لو كنت قد أمرت بأن أدق مسمارا في قلب حجر أسبوعا بأكمله دون أن أستريح في أثناء الليل، بل أظل على الدوام طارقا ومسمارا في وقت معن يا ميلينا. يشاع ولست أصدق ذلك أن الاتصالات عن طريق السكك الحديدية سوف تتعطل الليلة بسبب الإضرابات. الرسالة 22، السبت. لقد وصلت رسالتك، وصلتني نفحة رسالتك، ووجدت في نهاية ما جاء بها أن بها فقرة واحدة رئيسية، أنك قد لا تتمكنين من الكتابة إلي بعد الآن، فبراغ. هذا هو ما سوف أؤكده قبل أي شيء آخر غيره، حتى يتسنى للعالم كله أن يراه دون بقية ما جاء في رسالتك. أنت أيضا يا ميلينا، هذا هو إذن ما يهدد به المرء شخصا ما، ويعرف على الأقل من على البعد بواعث هذا الشخص أيضا، ويدعى المرء فوق ذلك أنه مغرم بهذا الشخص. لكنك ربما كنت على حق في ألا تكتبي إلي بعد الآن، فقرات عديدة في رسالتك تشير إلى هذا الاضطرار. لا يمكنني أن أتوسل بأي شيء ضد هذه الفقرات، إنها هي نفسها تلك الفقرات التي أعرف عندها حق المعرفة، وأتحقق عند قراءتها على نحو واضح من أنني معلق على ارتفاع هائل، غير أن الهواء على هذا الارتفاع يعد لهذا السبب نفسه أمرا بالغ الخطر بالنسبة لرئتي، وعلي أن أستريح. المخلص لك، فاء. سأكتب لك غدا. الرسالة 23، الأحد. ثمة جديد اليوم لعله يفسر عديدا من الأشياء. يا ميلينا، يا له من اسم غني، له وقع ثقيل في أغلب الأحيان حتى لا يصعب التقاطه. لم أكن أحبه كثيرا في البداية، ذلك أنه كان يبدو لي اسما يونانيا أو رومانيا قد ضل طريقه إلى بوهيميا، فاغتصبه التشيكوسلوفاكيون ولفقوا نطقه، لكنه قد تحول شكلا ولونا إلى امرأة يحملها المرء بين ذراعيه إلى خارج العالم وخارج النيران. لست أدري أي نيران، بينما تضغط هي نفسها راضية مطمئنة إلى ذراعيك. اللكنة القوية فقط في الياء ميلينا سيئة. ألا يواصل ذلك الاسم قفزاته مبتعدا عنك؟ أو لعلها فقط تلك القفزات التي قفزتها أنت نفسك بكل لعب الذي يجثم فوق كاهلك؟ أنت تكتبين نوعين من الرسائل، لست أعني تلك الرسائل المكتوبة بالحبر وتلك الرسائل المكتوبة بالقلم الرصاص،
على الرغم من أن الكتابة بالقلم الرصاص في ذاتها توحي بأشياء عديدة وتجعل المرأة يرهف أذنيه، إلا أن هذا الاختلاف في الحقيقة ليس اختلافا قاطعا. إن الرسالة الأخيرة التي تضمنت خريطة الشقة مثلا مكتوبة بالقلم الرصاص، إلا أنها قد أسعدتني، وكان ما ساعدت به قدري سني يا ميلينا وإنهاك قواي والخوف الذي يستولي علي فوق هذا كله، وقدري شبابك ونضارتك وجرأتك وخوف الذي يتزايد كما ترين، لأنه يعني الانسحاب من العالم، لهذا تزداد وطأته ولهذا يتكاثف الخوف ويشتد. لكن جرأتك يا على عكس ذلك تعني الزحف إلى الأمام، فلو ازداد ضغط زحفك الذي يدفعك إلى الأمام ترعرعت جرأتك وازدهرت. كان ما ساعدت به هي رسائلك المسالمة، حتى لا يمكنني أن أجلس عند أقدام تلك الرسائل سعيدا سعادة لا حد لها، فهي غيث انصب فوق الرأس الملتهبة. لكن عندما وصلتني تلك الرسائل الأخرى يا ميلينا، حتى ولو كانت بطبيعتها أكثر لباقة من سابقتها، لم يمكنني مع ذلك لضعفي أن أنفذ إلى ما يشيع فيها من سعادة إلا بعد أيام. هذه الرسائل تبدأ بألوان التعجب وأنا على هذه المسافة البعيدة مع ذلك، وتنتهي برعب لا أدري كنها. عندئذ أبدأ في الارتعاد فعلا يا ميلينا، كما لو كنت أقف تحت جرس من أجراس الخطر، فلا يسعني قراءة تلك الرسائل وإن كان لابد لي من قراءتها، كما يشرب الحيوان العطشان وهو يشعر بالخوف بينما يتزايد خوفه أكثر فأكثر. لهذا أبحث عن قطع الأثاث التي يمكنني أن أختبئ تحتها مرتعدا أصلي، وأنا لا أكاد أعي شيئا من صلواتي في أحد الأركان. عساك أن تندفعي طائرة في الهواء خارجة من النافذة كما اندفعتي فجأة داخلة من خلالها في رسالتك، ذلك أنني لا يمكنني على أي حال أن أحتمل عاصفة في حجرتي. في تلك الرسائل لابد أن يكون لك رأس الميدوزا الهائل، ذلك أن ثعابين الرعب تفح حول رأسك، على حين تفح في الحقيقة حول رأسي أنا ثعابين الخوف فحيحا أشد ضراوة. في الهامش الأيسر وصلتني رسالة الجمعة يوم الأربعاء، أما الرسائل المسجلة المستعجلة فهي أبطأ من الرسائل العادية. رسالتك التي وصلتني يوم الأربعاء وتلك التي وصلتني يوم الخميس، لكنك طفلة، طفلة صغيرة. إنني بالفعل من يخاطب الميدوزا على هذا النحو، يبدو عليك كما لو كنت تحملين كل فكاهات السخيفة التي تدور حول اليهودي ولست أدري والكراهية على محمل الجد. لقد أردت فقط على أي حال أن أضحكك قليلا على أن كل منا يخطئ بسبب الخوف وفهم الآخر، فأرجو ألا تجبريني على الكتابة إليك بتشيكيا. لم يكن ثمة أثر مطلق للملام في كتابتي، يمكنني بالأحرى أن ألومك لأن لديك مثل هذا الظن الحسن الذي يبلغ هذا الحد البعيد باليهود الذين تعرفينهم هذه المعرفة الكافية بمن فيهم أنا. وثمة يهود آخرون، أحيانا أود لو أحشر هؤلاء اليهود جميعا وأنا أيضا بينهم في أحد أدراج دولاب الغسيل وأنتظر قليلا ثم أفتح الدرج قليلا لأرى إن كانوا قد اختنقوا جميعا، فإن لم أجدهم قد اختنقوا أغلقت الدرج وأمضي في تلك المحاولة إلى نهايتها. ما قلت عن محاضرتك كان قولا جادا، أرنست في الحقيقة، ها هي لفظة أرنست اسم زوجك، تحشر نفسها في الرسالة المرة بعد المرة. ربما كنت أظلمه ولا أحتمل التفكير في هذا ظلما بالغا، غير أن شعوري بأنني متورط معه الآن أكثر فأكثر وأنني أشد ما أكون التصاقا به، إنه شعور مساو في عنفه لشعوري بأنني أظلمه ظلما بالغا وغالبا ما أقول في الحياة والموت. فلو أمكنني فقط
أن أتحدث إلي، إلا أنني أخشاه، فهو متفوق علي. أتعلمين يا ميلينا إنك عندما تذهبين إلي فإنك تخطين بذلك خطوة واسعة إلى أسفل بالنسبة لمستواك، لكنك إذا خطوت نحوي فسوف تتردين في الهاوية. هل تدركين ذلك؟ لا، لم يكن ذلك هو مستواي الرفيع كما جاء في تلك الرسالة، بل مستواك أنت. كنت أتحدث عن المحاضرة، ولقد حملت كلامي عنها أيضا محمل الجد. إنني واثق من أنني لست مخطئا فيما يتعلق بذلك. علمت ثانية بمرضك. لنفرض أن عليك يا ميلينا أن تذهبي إلى فراشك، ولعلك ستأوين إلي، وربما كنت تستلقين فوقه بينما أكتب أنا هذه الرسالة. ألم أكن قبل مضي شهر رجلا أفضل مما أنا عليه الآن؟ لقد كنت مشغولا بأمرك، ولم يتعدى هذا الانشغال حدود تفكيري فحسب، وكنت قد علمت بمرضك ولم أعد الآن كذلك. ذلك أنني الآن أفكر في مرضي وحده وفي صحتي، ما أنهما كليهما، سواء كان مرضي أو كانت صحتي، هما أنت. فاء هامش. خرجت اليوم في رحلة قصيرة بصحبة صديق الحميم المهندس، لمجرد أن أنتزع نفسي من قلب ذلك الجو الناعس، وكتبت لك أيضا بطاقة من هناك، غير أنني لم أستطع أن أوقع عليها ولا أن أرسلها. لا يسعني أن أكتب لك بعد الآن، كما لو كنت أكتب إلى غريبة. الرسالة 24. الاثنين. في وقت مبكر من هذا الصباح، قبل أن أستيقظ بفترة قصيرة، وقد استيقظت أيضا بعد فترة قصيرة من استغراقي في النوم، حلمت حلما مزعجا، ولا أقول مرعبا، فقد كان أثر الحلم قد تبخر سريعا لحسن الحظ. إنني مدين أيضا في الحقيقة لهذا الحلم بتلك الفترة القصيرة التي استغرقت فيها في النوم، بما أن المرء لا يستيقظ من مثل ذلك الحلم إلا بعد أن يكون قد بلغ غايته، ولا يمكن للمرء أن ينتشل نفسه منه قبل ذلك، فهو يمسك بالمرء من لسانه. كان ذلك في فيينا بقدر ما يمكنني أن أتخيلها في أحلام يقظتي استعدادا لذهابي إليها. وفي أحلام يقظتي تلك تتألف فيينا فحسب من ميدان صغير هادئ، ويقع منزلك في أحد الجانبين، وفي مواجهته يقوم الفندق الذي سأنزل فيه، وعلى يساره تقوم المحطة الغريبة التي وصلت إليها، وإلى يساره أيضا تقوم محطة فرانس يوزافا التي سأرحل منها. نعم، ويوجد في الطابق الأرضي من المبنى الذي أقيم فيه مطعم بالغ الاستعداد يقدم الأطعمة النباتية، وهو المطعم الذي أتناول فيه وجباتي، لا لمجرد تناول الوجبات بل لكي أذهب إلى براغ وقد ازداد وزني بعض الشيء. لماذا أقول هذا؟ إنه لا يمت بالفعل إلى الحلم بأي صلة. إنني فيما يبدو ما زلت أخشى ذلك الحلم. حسناً، لم يكن الأمر تماماً على هذا النحو، فلقد كانت مدينة عادية، وكان الوقت يقترب من المساء. كانت المدينة مبتلة ومظلمة، وثمة إحساس بحركة هائلة للمرور في شوارعها، وكان يفصل المنزل الذي أقيم فيه عن ذلك الذي تقيمين فيه، حديقة عامة مربعة الشكل. لقد وصلت فجأة إلى فيينا، وصلت على رأس رسائلي التي كانت ما تزال في طريقها إليك، وهو ما أحزنني فيما بعد. ومع ذلك فقد تناهى إليك نبأ قدومي، وكان المفروض أن نلتقي، غير أنني لم أكن وحيدا لحسن الحظ. على الرغم من أنني كنت أضيق بذلك في الوقت نفسه، فقد كنت وسط جماعة قليلة العدد، وكان ثمة فتاة أيضا كانت ترافقني فيما أظن، غير أنني لا أعرف شيئا من التفاصيل التي تتعلق بأمر هؤلاء، فلقد ظهروا أمامي جميعا على نحو ما كشهود في صفي. فلو كانوا قد لزموا الصمت فقط، ذلك أنهم كانوا يتكلمون بلا انقطاع
ربما يتناولون شؤوني الخاصة في حديثهم. ولقد تناهت إلى سماي همهمة عصبية فحسب، غير أنني لم أفهم منها شيئا، كما أنني لم أرغب في أن أفهم شيئا. وقفت إلى يمين منزلي على حافة الرصيف أتطلع إلى منزلك. كان عبارة عن فيلا منخفضة لها سلم جميل بسيط من الحجر في واجهتها ينتهي إلى الطابق الثاني. والآن كان الوقت فجأة وقت تناول الإفطار، وكانت المائدة قد وضعت في الشرفة. ولمحت من على البعد كيف وصل زوجك وجلس إلى اليمين فوق مقعد من الخيزران وهو ما يزال يغالب نومه، وكان يتمطى بذراعيه المفرودتين على اتساعهما. ثم ظهرت أنت وجلست خلف المائدة بحيث كان من الممكن أن يراك المرء رؤية تامة، ليس بكامل التفاصيل بالطبع، مع ذلك فلقد كانت المسافة بعيدة. كان من الممكن رؤية الخطوط الخارجية التي تحدد هيئة زوجك العامة بوضوح أكثر، لست أدري كيف. على حين بقيت أنت كيانا يتنازعه اللونان الأزرق والأبيض، كيان فياض متألق، وكان ذراعك أيضا مفرودتين على اتساعهما، وإن لم يتضح مع ذلك أنك كنت تتمطين، بل كانت حركة ذراعك المفرودتين توحي بشيء أبعد من ذلك، كانت حركة ترحيب. وبعد ذلك مباشرة، لكن لقد وجدتني ثانية في الليلة التي سبقت ذلك، وكنت تسيرين في الشارع برفقتي، كنت تقفين على الرصيف وكانت إحدى قدمي على الطريق، وكنت أمسك بيدك، ثم بدأ بيننا عندئذ حديث ما سريع مقتضب العبارات ولا معنى له، وقد اتصل ذلك الحديث في كلمة منك وأخرى مني ردا عليها، اتصل بغير توقف حتى نهاية الحلم. لا يمكنني أن أتذكر ذلك الحوار، وإن كنت أذكر فقط العبارتين الأوليتين والأخيرتين. أما لب الحوار فكان عبارة عن قطعة من العذاب لا يمكن نقلها إليك الآن بواسطة كلمات، قلت مسرعا بدلا من التحية التي كان يجب أن أستقبلك بها. لقد كنت تتوقعين أن أبدو في صورة غير التي أبدو بها الآن. تعبير ما كان قد ارتسم على وجهك هو ما دفعني إلى أن أتفوه بذلك، وأجبتني أنت بقولك. لكي أكون صريحة معك غاية الصراحة أقول أنني كنت قد توقعت أن تبدو أكثر ظرفا، ولقد استعملت في الواقع تعبيرا شائعا في فيينا غير أنني قد نسيته. كانت هاتان هما العبارتين الأوليتين. في هذا المقام يتبادر إلى ذهني هذا السؤال، هل تحققت من أنني لا أحس الإيقاع مطلقا، وأنني لخبرتي لا أظن أن لمثل عجزي التام عن الإحساس به وجودا بالمرة في أي مكان؟ بهاتين العبارتين في الحقيقة كان كل شيء قد تقرر، فما الذي يمكن أن يكون قد تبقى غير أن الجدل كان قد بدأ عندئذ بشأن لقاء آخر، ذلك الجدل الذي كان يتبدى فيما كان يصدر عنك من التعبيرات بالغة الغموض وفي تساؤلات الملحة التي لا تنتهي عند حد. عندئذ تدخل رفاقي وصرح أحدهم بأنني كنت قد قدمت أيضا إلى فيينا لزيارة أحد المدارس الزراعية في الضواحي، وبدأ عندئذ أن الوقت سيتسع لي على الرغم من كل شيء للقيام بهذه الزيارة. بدأ لي أنهم كانوا يحاولون أن يتخلصوا مني رحمة بي، وما أنني كنت قد تبينت ذلك، إلا أنني على الرغم من ذلك توجهت نحو المحطة لا ألوي على شيء، وداعبني الأمل دون شك في احتمال أن يكون لإظهار رغبة الحاسمة تلك في الرحيل تأثير ما عليك. وبلغنا تلك المحطة القريبة جميعنا، ثم اتضح عندئذ أنني قد نسيت اسم البلدة التي توجد بها تلك المدرسة. توقفنا أمام جداول مواعيد القطارات الضخمة بينما راح شخص ما يمر بإصبعه على أسماء المحطات، وهو يسألني إن كانت هذه المحطة أو تلك هي المحطة التي أريدها، غير أن المحطة التي كنت أريدها لم توجد بين تلك المحطات جميعا. وسنحت لي الفرصة في تلك الأثناء
لكي أرقبك بعضا من الوقت، ولم يكن مظهرك ليغير من الأمر شيئا في الحقيقة. بالنسبة لي كان الشيء الوحيد الذي يعنيني هو كلمتك، على أنك لم تكوني على أي حال كعهدي بك. كنت تلوحين لي أشد سمرة، بدا لي وجهك نحيلا، إلا أن من لها مثل هذين الخدين الممتلئين لا يمكن أن تكون في مثل قسوتك. لكن هل كان الموقف قاسيا بالفعل إلى هذا الحد؟ ثوبك الذي بدا لي غريبا جدا كان من نفس قماش بذتي، وكان أقرب ما يكون إلى القماش الرجالي. لم أحبه لهذا في الحقيقة مطلقا، غير أنني تذكرت عندئذ فقرة وردت في أحدى رسائلك تقول الأغنية: لست أملك سوى ثوبين فحسب، لكنني أبدو جميلة وما أزال. إلى هذا الحد البالغ كانت قوة تأثير عبارتك في نفسي، حتى أنني قد أحببت ثوبك غاية الحب منذ تلك اللحظة. ثم كانت النهاية. كان رفاقي ما يزالون يبحثون في جداول مواعيد القطارات، فتنحينا جانبا وتناقشنا، وكان ما انتهت إليه المناقشة شيئا من هذا القبيل: إن اليوم التالي هو الأحد، بدا لك ذلك أمرا يكاد يدفعك إلى الكراهية، فكيف أمكنني أن أفترض أن وقتك سيتسع لي يوم الأحد؟ بدا مع ذلك أنك قد أذعنت أخيرا، وقلت أنك ستحاولين أن تعطيني من وقتك 40 دقيقة. لم يكن أشد ما يثير الرعب في نفس المرء في هذا الحديث مجرد كلماته بالطبع، بل كانت لهجته المستخفية، إحساس المرء البالغ باللا جدوى في تلك اللهجة، ذلك الإحساس الذي كان يتأكد في مجادلتك المتصلة. قلت: لا أريد أن أحضر، فإذا حدث أن تمكنت من الحضور على الرغم من ذلك فما الذي ستجنيه من حضوري؟ لكنك ما أن قررت تدبير تلك الدقائق 40 حتى وجدتني لا أكاد أقوى على الانفصال عنك. إنك لا تعلمين شيئا، فعلى الرغم من كل ما بدا عليك من الاستغراق في التفكير لم يسعك أن تتخذي قرارا. وتساءلت أنا في النهاية قائلا: هل سأنتظرك طوال اليوم؟ فأجبتني قائلة: نعم. وتركتني إلى جمع من الناس الذين كانوا يقفون هنالك في انتظارك. كان معنى إجابتك وأنك لن تحضري مطلقا، وأن الامتياز الوحيد الذي أمكنك أن تقدميه إلي هو السماح لي بانتظارك. قلت في صوت خفيض: لن أنتظر. ولما بدا لي أنك لم تسمعي ما قلت، وأن ما قلت كان هو ورقتي الأخيرة في نهاية الأمر، صحت في يأس مرددا ما قلته عندما استدرت مبتعدة عني، غير أن ذلك لم يغير من الأمر شيئا بالنسبة لك، ذلك أنه لم يبدو عليك أدنى اهتمام بما قلت. فترنحت أنا على نحو ما راجعا إلى المدينة. ثم وصلتني بعد مضي ساعتين رسائل وزهور، ود وسلوى. المخلص لك فاء. هامش. العناوين ليست واضحة مرة أخرى يا ميلينا، ولقد أعاد موظفو البريد كتابتها وإكمالها. كانت العناوين بعد أن التمست منك توضيحها أول مرة مدهشة، كانت مجموعة من النماذج الخطية الجميلة المتنوعة، وإن لم تكن واضحة مع ذلك فلو كان لمكتب البريد عيناي لما أمكنه أن يقرأ سوى عناوينك وحدها، لكنه لم يكن سوى مكتب بريد. الرسالة 25. الاثنين. أنت على حق الآن، فقط عندما كنت لقد وصلت الرسائل. يا للأسف وصلتني متأخرة في المساء، وأريد في صباح الغد الباكر أن أخرج في نزهة قصيرة مع المهندس إلى بولتسانو. قرأت اللوم الذي توجهينه إلى الطفل الصغير. لقد قلت لنفسي بالفعل: كفى، لا يمكنك أن تواصل قراءة الرسائل الليلة، كما لا بد لك من أن تنالي قسطا من النوم إن شئت أن تمضي في نزهتك القصيرة في صباح الغد الباكر.
انقضى بعض الوقت قبل أن أمضي في القراءة، وقبل أن أفهم، وقبل أن ينحل التوتر، وقبل أن أدفن وجهي بزفرة ارتياح في صدرك لوجودك هنا. ولست أعني بذلك وجودك الجسدي وحده، إن هذا معناه بلا شك أنني مريض، أليس كذلك؟ إنني أعرفك على أي حال، وأعرف أيضا أن الطفل الصغير ليس أسلوبا بالغ السوء في مخاطبة شخص ما. يمكنني أن أعتبر هذه العبارة هي أيضا مجرد مزحة، إلا أن كل شيء يمكن كذلك أن يتحول بالنسبة لي إلى تهديد. فلو حدث أن كتبت إلي قائلة لقد أحصيت بالأمس عدد المرات التي وردت فيها واو العطف في رسالتك، ولقد وجدت منها ما يقرب من كذا، فكيف واتتك الجرأة على أن تكتب إلي واو، وأن تكتبها علاوة على ذلك بمثل تلك الكثرة؟ ثم لعلني أن أكون بشرط أن تلتزمي بجديتك قد اقتنعت بأنني قد وجهت إليك إساءة ما، وأن أغرق في تعاسة البالغة لهذا، ولعل ثمة إساءة تكون قد وجهت إليك بالفعل على أي حال. فمن الصعب أن يراجع المرء نفسه لكي يتأكد من هذا، كما لا يجب عليك أن تنسي أن المزاح والالتزام بالجد، وإن كان من السهل التفريق بينهما في سهولة، إلا أنه عندما يقع في روعي ذوي الشأن من الناس أن حياة المرء الخاصة تعتمد عليهما، لا يبدو التفريق بين المزاح والجد بمثل السهولة التي سبق له أن تبدأ بها. هنا في الحقيقة تكون مجازفة المرء بالغة الخطورة عندما يمعن في تدقيق نظرته الفاحصة، وما أن تتهيأ للمرء مثل تلك النظرة البالغة التدقيق حتى يكون قد أسلم نفسه كلية للضياع. في هذا المقام لم أكن أتمتع بالقوة، حتى في لحظات قوتي في الصف الأول من المدرسة الابتدائية مثلا، فطباختنا وهي امرأة نحيلة ضئيلة معروقة لها أنف مدبب وخدود مجوفة مصفرة البشرة، وإن كانت شديدة ونشطة ومتفوقة كانت تقودني كل صباح إلى المدرسة. كنا نعيش في ذلك المنزل الذي يفصل الساحة الصغيرة عن الساحة الكبيرة، وعلى هذا فقد عبرنا الساحة أولا، ثم سرنا عبر تاينغاسا واخترقنا نفقا ذا سقف مقبى في ممر سوق اللحم منحدرين نحو سوق اللحم. وذات يوم بعد أن انقضى ما يقرب من العام ونحن نقطع كل صباح نفس الطريق، قالت الطباخة في اللحظة التي غادرنا فيها المنزل أنها سوف تخبر المدرسة بشقاوة الزائدة في المنزل. ولعل وصف الشقاوة الزائدة لم يكن ينطبق علي في الحقيقة، فلقد كنت عنيدا على نحو ما وخائبا وحزينا وسيء الطبع، وكان من الممكن اختلاق شيء ما من بين هذا كله وتبليغه إلى المدرسة، كنت أعلم هذا، لذا لم يبدو لي تهديد الطباخة مما يستهان به. ومع ذلك فقد اعتقدت أن شيئا ما قد يطرأ على جدية هذا التهديد في طريقنا إلى المدرسة، ذلك أنه كان طريقا بالغ الطول يتبع ذلك القلق وتلك الجدية العمياء من مثل خفة القلب الصبيانية تلك التي تزداد في مثل تلك الحالة شيئا فشيئا، فقط عندما لا تكون الطريق بمثل ذلك الامتداد البالغ. كان الشك يراودني أيضا، خاصة عندما كنا نجتاز ساحة ألتشتاتر، فيما إذا كانت الطباخة تلك المرأة التي وإن كانت توحي بالاحترام في أوساط الخدم ستجرؤ على أن تتحدث إلى المدرسة، تلك الشخصية التي تفرض على العالم احترامها. ربما كنت قد تفوهت بشيء من هذا على حين كانت الطباخة تجيبني دائما باقتضاب بشفتيها الرافعتين القاسيتين قائلة أنني لا أصدق أنها ستفعل ذلك، إلا أنها ستفعله. وفي مكان ما على مقربة من مدخل ممر سوق اللحم، وهو مكان ما يزال ذا أهمية تاريخية بالنسبة لي بصورة ما، في أي حي من أحياء براغ قضيت طفولتك؟ لقد تملكني تماما الخوف من عاقبة ذلك التهديد. كانت المدرسة في حد ذاتها كابوسا لا أقوى على احتماله، والآن تحاول الطباخة أن تزيد الأمر سوءا. ورحت أتوسل إليها فهزت رأسها، وكلما أمعنت في التوسل كلما اتضح لي هول ما كنت أتوسل من أجله، وكلما تضخم الخطر أمام عيني
فتوقفت في مكاني ورجوتها أن تغفر لي. جرجرتني خلفها في الطريق وهددتها بانتقام والدي فضحكت. هنا بدت لي غاية في القوة، فتشبثت بأبواب الحوانيت وبأحجار الزوايا ورفضت أن أخطو خطوة واحدة ما لم تعلن صفحها عني، وتشبثت بردائها أجذبها إلى الخلف، ولم تلزم هي الأخرى بدورها جانب الحلم، بل ظلت تجرجرني خلفها وهي تؤكد لي بلهجة قاطعة أنها ستخبر المدرسة عن هذا أيضا. وتأخر بنا الوقت ودقت ساعة كنيسة ياكوب معلنة تمام الثامنة، وبلغت أسماعنا رنات أجراس المدرسة وأسرع الأطفال الآخرون بالجري. وكان أشد ما يرعبني دائما هو خوف التأخر، كان علينا أن نسرع نحن أيضا بالجري، وكنت طوال الوقت نهبا للتفكير في أنها ستقول لن تقول، حسنا لم تقل شيئا، لم تتفوه مطلقا بشيء، غير أن الفرصة كانت أمامها دائما في أي وقت لكي تقول ما تشاء، بل أن الفرص تتزايد أمامها يوما بعد يوم. لم أقل شيئا بالأمس، لكنني سأقول اليوم حتما، لم تقلع عن ذلك مطلقا. وكانت أحيانا تصوري هذا يا ميلينا، تدق قدمها في الأرض غضبا مني، وكان يتصادف وجود بائعة الفحم هناك تتطلع إلينا حين ذاك. يا لها من حماقات يا ميلينا، وكم يبدو ارتباطي بك وثيقا بكل الطباخات والتهديدات وكل ذلك الغبار الرهيب الذي أثارته سنابك الأعوام 38 حتى استقر في رئتي. لم أقصد في الحقيقة أن أخبرك بهذا كله، أو أنني على الأقل لم أقصد أن أخبرك به على هذه الصورة. لقد تأخر بي الوقت ويجب علي أن أكف عن الكتابة لكي آوي إلى النوم، ولن أتمكن من الاستغراق في النوم لأنني قد توقفت عن الكتابة إليك. لو راودتك الرغبة في أي وقت في أن تعرف النهج الذي كانت تسير عليه طفولتي المبكرة، فسوف أرسل إليك من براغ تلك الرسالة الهائلة التي كتبتها إلى أبي منذ 6 شهور، وإن لم أسلمها إليه بعد. وسوف أرد على رسالتك يا غدا، فإذا تأخر بي الوقت في المساء فسوف أرد بعد غد. سوف أبقى بضعة أيام أخرى لأنني قد نبذت زيارة والدي في فرنسا بعد، على الرغم من أن أحدا لا يمكنه بسهولة أن يطلق على ذلك الاسترخاء في أركان الشرفة نبذا. ومرة أخرى أشكرك على رسالتك. فاء. الرسالة 26، الثلاثاء. اليوم في الصباح الباكر حلمت بك مرة أخرى، كنا نجلس بجوار بعضنا البعض وكنت تبعدينني في غير غضب، بل كنت تبعدينني عنك بود، وكنت غارقا في تعاستي لا بسبب إبعادك لي، بل كنت أحس التعاسة لأنني كنت أعاملك كأية امرأة صامتة أخرى، ولأنني كنت قد فشلت في أن أسمع ذلك الصوت الذي تناهى إلي صادرا عنك، ذلك الصوت الذي تحدث إلي ببلاغة. ولعل تعاستي لم يكن مرجعها فشلي في أن أسمع ذلك الصوت، بل عجزي عن إجابته. انصرفت مبتعدا، ويأسي يفوق ما أحسسته من يأس في حلمي الأول. تذكرت في هذا الصدد شيئا كنت قد قرأته ذات مرة في مكان ما، هو ما يلي وإن يكن على شيء من الغموض، يقول: حبيبتي نهر هائج يتدفق فوق سطح الأرض، نهر يطوقني الآن، ومع ذلك فهو لا يصطحب هؤلاء الذين يطوقهم، بل أولئك الذين يتطلعون لك. الآن حتى اسمي فقدته، فقد أخذ ينكمش وينكمش طوال الوقت، فأصبح الآن لكِ.